هدفي أفشة وحمدي فتحي الأهلي يبدع ويمتع ويتألق ويواصل انتصاراته الرائعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر 2-1 في طريقه إن شاء الله للحصول على كأس مصر للمرة 37 في تاريخه. كابتن شريف ألف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن أيمن. مصر الحقيقة تاريخي بالنسبة لنا إن إحنا عندنا فرصة كبيرة أوي نوصل فاينل كأس مصر مع كأس أفريقيا مع الدوري العام، تبقى سابقة الحقيقة بإذن الله، بقت في رجل الجهاز الفني واللاعبين الحقيقة وبنطالبهم بيها، يعني نخلينا نفسنا إحنا جماهير وبنطالب بهذا النصر، وبنشكرهم على الأداء تاني تايم اللي حصل ده، وبنشكر إن السوماني يعني كان عنده العقل وكان عنده لغة العقل إنه يستجيب للتغيير السريع اللي إحنا اتكلمنا عنه في الاستوديو في الهاف تايم. ولكن أنا عايز أقول لك على حاجة، هو جون قفشة ببطن رجله ولا بوش رجله؟ بص انا هقول لك حاجه، لما نرجع لجون قفشه خلينا بس ايه يعني الحمد لله وكسبنا هنجيبه هو الحمد لله والفنيات والكلام ده احنا بنستفيد يا ايمن من المباراه دي، يعني احنا بنخرج في حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه بس انا عايز اعرف هو جون قفشه بوش رجله ولا ببطن رجله؟ هنشوف الاول اراء الكباتن بعد المباركه وبعد كده نقول لك اذا كان بوش رجله ولا ببطن رجله. طيب انا ببارك للنادي الاهلي واستفدنا من الشوط الاول من سلبيات كتير قوي عايزين نغيرها يعني ونعتبرها في الحسبان الماتشات الكاس. ممنوع ان احنا نبقى استحواذ بدون تحركات، استحواذ بطيء، اي لاعب ممكن يخش عندنا في خط 18 ويتعمل علينا 1-2 زي اللي حصل ده ويوصل لمحمد الشناوي، ما حصلتش بقى له فتره كبيره قوي. زي ما الدنيا احنا بنتعلم في كل مباراه، ده واضح وده شرعي وده كل حاجه. نشوف بقى علاء يقول لنا ايه الكره دي ببطن رجله ولا بوش رجله. كابتن علاء الف مبروك. لا خليها في الاخر دي. خليها في الاخر عشان لو في الاول هتبقى قصدها هيبوظ. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو في كره دخلت بهذا بهذه القوه ببطن رجله يعني ده لازم يكون مركب حديد جوه. لا 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 ده قفشه. انت شفت المسافه؟ ايوه شفت تطويحه رجله؟ ايوه هو كده هو مميز فيها. نتكلم في اخر البتاع سمير بس خلينا اتفقنا. خلينا الاول لا والله بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص. لا 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 هتتكلم في الموضوع ده. الف مبروك. وهتدفع. الف مبروك برضه. هتدفع والله. والله هتدفع. شكلك على غريب جدا. والله هتدفع. مبروك يا ايمن، طبعا ماتش صعب، كنا متاكدين من مباراه بدايه المباراه انها تبقى المباراه مش سهله صعبه، وازداد الصعوبه طبعا بالهدف اللي احرزه الاتحاد. لكن اللي يحسب للنادي الاهلي ان الشوط الثاني لا نازلين وعايزين هدف التعادل بسرعه وعايزين مكسب، ومن كده اتحقق دايما عايز يكسب، يعني حتى لو التوفيق بيجي في الاخر قوي لكن الاصرار واضح ان لعيبه الاهلي عايز تكسب. تغييرات موسيماني بدأها من بدري قوي، تنشيط سريع قوي وتنشيط هجومي زي ما كلنا اتكلمنا بين الشوطين ان كان لازم في ضغط هجومي كويس للاتحاد. الشوط الثاني ما اعتقدش ان هو كان فيه مجازفه هجوميه اكتر من كده. نادي الاتحاد قبل ما اتكلم عن نادي الاهلي، نادي الاتحاد طبعا عامل مباراه كبيره جدا 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 بجد، ادى مباراه ممتازه نادي الاتحاد وجهازه الفني، لكن في الاخر النادي الاهلي هو اللي كسب. النادي الاهلي بيعرف يكسب ازاي. الضغط اللي حصل الشوط الثاني ضغط هجومي امام بدري قوي، الخطوره كانت لنادي الاتحاد بسيطه جدا، مفيش غير فاول بس كان عليه كلام، لكن واضح ان النادي الاهلي كان بيدور على مكسب. هي ماتشات دايما مباريات الكاس بقى صعب قوي في الادوار النهائيه اللي فيها، ودايما بتيجي بعد بطوله كبيره بتبقى برضو الامور فيها شويه قلق. يعني في ناس كتير قوي النهارده بيقول لك بعد البطوله بنخاف الماتش اللي بعده، لكن الحمد لله النهارده الامور عدت على خير. اعتقد صعوبه مباراه النهارده مفكرك ان شاء الله مش نفس الصعوبه بتاعه النهائي. الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، وان شاء الله يا رب ان شاء الله النهائي كمان نبارك لعيبتنا الاهلي. مبروك علينا كلنا يا كابتن عادل، ونروح لفاصل ونرجع لك مره ثانيه ان شاء الله. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل الف مبروك، عرض جاي بالشوط الثاني. اولا الحمد لله، طبعا احنا قلنا المكسب والفوز بالبطوله الافريقيه دامت معانا بس اللي هي الشوط الاولاني، اما الشوط الثاني نسينا ان احنا كسبنا البطوله. زي ما اتكلمنا الصعوبه في انك ترجع بعد بطوله كبيره زي دي، فرحه ونشوه كبيره قوي مع عدم تركيز سنه في الشوط الاولاني. خلاص الحمد لله خلصت ورجع اللعيبه لصوابها تاني الشوط الثاني وعملوا اداء مميز، استحوذوا على الملعب كله، التغييرات كانت هايله، كل الكلام ده يجي في وقته. ولكن في الاخر عايز اقول لك معدن النادي الاهلي بيجي وبيظهر في المواقف الصعبه. يعني احيانا كتير قوي الواحد بيبقى عنده يقين ان هو مش هيخسر المباراه، ويمكن المباراه دي من المباريات اللي هي كان عندنا يقين ان احنا مش هنخلص. وبعدين التغييرات كانت هايله قوي، رجعنا نشوف صلاح محسن، ورجعنا واهم حاجة عندي أنا بالنسبة لي يعني وجود طاهر محمد طاهر ومروحه على الجون كتير قوي.
طالما وضيع واحدة أو ضيع اثنين، ولكن هيبقى أفضل لأنه اللاعب لما بينزل بيروح على الجون مرة أو اثنين في أول مبارياته، لازم تتوقع أنه هو هيبقى لعيب كبير وهيعمل لك حاجة كويسة بإذن الله. كابتن هاني ألف مبروك، عرض هاي الشوط الثاني وسيطرة ميدانية كاملة واستحواذ وكل حاجة اتعملت في الكورة. صح كابتن، مبروك طبعا للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وكل شخص ينتمي للنادي الأهلي. شفنا طبعا استحواذ كامل على المباراة من أول دقيقة لحد نهاية المباراة. نادي الاتحاد أداء رجولي بصراحة وعندهم روح عالية، وطبعا ده اللي بيميز نادي الاتحاد وكابتن حسام حسن مع أي تيم بيمسكه. لكن طبعا نادي الأهلي هي دي الروح، النادي الأهلي هي دي لعبة النادي الأهلي اللي كابتن الخطيب كان بيتكلم عليها وأثنى عليهم في خلال الحفلة اللي كانت معمولة في النادي، وقال فعلا أن اللعبة دي خامة طيبة جدا وخامة محترمة جدا وتليق فعلا بالنادي الأهلي، وده اللي بيثبته اللعبة النهاردة في المباراة. يعني احنا يعني النادي الأهلي بيبان في المواقف دي يا كابتن ايمن، عكس الانديه الثانيه في، مش عايز اتكلم على حد بعينه، لكن في انديه ثانيه بتبقى خسرانه 2-1 وما بتقدرش ان هي تقف على رجليها ثاني او تدخل ثاني في جو المباراه وتخسر. لكن النادي الاهلي معودنا دايما ان هو حتى لو خسران لحد اخر دقيقه زي ما بنشوفه النهارده، وزي ما النادي الاهلي معودنا دايما ان المباراه بتنتهي مع صفاره الحكم، وده اللي شفناه النهارده من اداء النادي الاهلي. اداء رجولي بصراحه، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. يعني كابتن شريف، الشوط الثاني ظهرت شخصيه البطل، شفنا روح عاليه كبيره جدا من فرقه النادي الاهلي للرجوع للمباراه والاصرار ان هم يكسبوا ويوصلوا لحد نهائي الكاس. والله انت بتتكلم مظبوط وعادل بيتكلم مظبوط، هم نسوا قصه بقى كاس افريقيا دي بتاعه الشوط الاولاني، حسوا ان هم متاخرين في التحركات، الانتشار في السبيريت، الروح نفسها كمان كانت يعني عايزين يمشوا الجيم زي ما هم عايزين، ولكن معهم فرقه الاتحاد اسكندريه بتلعب زي ما اتكلموا الكباتن في قبل الماتش، عندهم لاين فيرويد بنص ملعب كويس جدا بيعرف يوصل، الباك رايت نفسه الراجل اللي بيوصل لغايه 18 وبيشوط، يعني هو دي التهديدات اللي جات لنا منهم اول شوط، الجول اللي جه والشوط اللي شاطها الباك رايت بتاع الاتحاد اسمه كريم يحيى لعيب كويس قوي كان عندنا في النادي الاهلي كمان ومن عندنا هو يعني. ف انك انت تخرج تبقى بطل افريقيا وتطلع من اول هاف تايم متاخر بهدف، في تعليمات بتحصل، في جهاز فني بيراقب كل حاجه في الملعب، في مش تقصير، بيبقى عندك شورتج كده في يعني تقصير بطيء جدا في ناحيه زي اللي حصل في ماتش نادي الزمالك بالظبط، انما الراجل ادرك الكلام ده كله مسلماني وكان عنده الجرأه انه يدفع بطار محمد طاهر لاول مره، صلاح محسن بالنسبه له خلاص يعني لازم يحط دم جديد، لازم يحط سرعات جديده، لازم يحط سن صغير كمان يقدر يجاري فرقه نادي اتحاد اسكندريه بفكره حسام حسن. فحسيت ان محمد هاني احتفظ بسرعاته، حسين شحات حاول ان هو يواكب سرعه محمد هاني ويعمله جبهه من ناحيه اليمين، ابتدت الجبهات كلها تشتغل، ابتدى السوليه كمان ينتشر في الملعب كله، ابتدى يبقى فيه ايقاع بالنسبه لحمدي فتحي اللي هو ما يتقدمش كتير قوي رغم ان هو اللي جاب هدف الفوز في الناحيه الثانيه. قلت لك الماتش الزمالك لما تلاقي حمدي فتحي قبل الماتش بتلاقي حمدي فتحي جوه ال 18 فبقت عنده العاده دي ان هو يجازف ويخش في الوقت اللي بيطلب منه المدرب ان هو يكون موجود في نص الملعب، بس لك في احساس اللاعب نفسه، تحرر اللاعب هو اللي خلاك تكسب النهارده، ودي الفرديات اللي انا دايما بتكلم معاها. في تاكتكس اتعملت كويسه جدا بالنسبه للكورنر، بالنسبة للضربات الثابتة نجحت في أول مرة بشكل عالي. فاول الجول بتاع مجدي اللي هو بطن رجله وش رجله بطن رجله واللي هيدفعه علاء مايوف في بطن رجله دي مفيش كرة تروح بالقوة دي، خدت بالك بالبطن لا قفشة بيعملها هنسأله ده مرة عمل واحدة من 40 ياردة لو تفتكر اللي جت في الآية. أنا طب بص أقول لك على حاجة، ببطن رجله بوش رجله فهو تنفيذ للضربة الثابتة 10 على 10 بس انا ما برجعش الكلام لا 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 انا برجعش رجله مش رجله هتدفع لو انت غلطان. كابتن معلش يا كابتن ايمن، طب حضرتك طبعا كابتن بتتفرج على توني كروس بيعمل مدري طبعا بيعملها بايه؟ ببطن رجله. طيب وبوش رجله دي زي دي؟ لا لا لا، في حاله النهارده انتوا بس انتوا بتتفرجوا الكوره لما تبقى جايه له على الارض بالشكل ده ويحصل بند في الكوره حصلش لا حصل انا بتفرج كويس قوي بيحصل بند في الكوره بعين وعين لا لا انت كنت بتتكلم في التليفون ساعتها انت كنت قاعد معايا
مدي له كره في ايه؟ طيب هو وتلاقي وش رجل سمير موقف لك وش رجل. انا اسال سؤال. وش ثانيه واحده وش رجل سمير مين؟ سمير بتعاملنا كده ليه؟ لا وش رجل الراجل اللي ورا كده. اسمعني وبعدين فجاه قلت له لي اعملها بالقوه دي ببطن رجله. احنا نسال قفش. طب انتوا كنتوا بتلعبوا في احنا نسال قفش. احنا والله هنجيب قفش على التليفون ان شاء الله. خليني بس اقول لك اخر خليني اقول لك اخر وننهي الموضوع. اتفضل. خليني اقول لك اخر حاجه. انت عشان تكسب لازم يبقى عندك شكل من الخطوط متقارب بين نص ملعبك وفراودتك. تحركات وسويتشات من الفراوده. دخول خط ال 18 باكس من اللاعب. غير كده في المرحله اللي جايه او البحث عن بطوله كاس مصر لن يكون ليك اي سطوه او لن يكون ليك اي تقدم في اي مباراه بتلعبها. لازم ازاي الفكر والامتيازات الايجابيات اللي حصلت النهارده اللي هو النهارده بتدفع بطاهر محمد طاهر بيخش 18. صلاح محسن شاب صغير وبيتحرك بتاعه ومش هقدر الومه لانه بقاله كتير قوي ما لعبش في وسط المجموعه دي. انما يعني مستقبله كويس وبروميسنج ومن عندنا انه يرجع تاني بشكل ياخد الشجاعه اللي هي تخليه يطلع الامكانيات اللي عنده. بقى عندك في النادي الاهلي شكل جديد وده الوعد اللي احنا وعدنا بيه جماهير النادي الاهلي بعد مباراه افريقيا. قلنا النهارده احنا كان عندنا تاخيرات كتير قوي انما بكره احنا الحمد لله بنلم تيم كويس قوي. مدرب بيقدر يتعرف على ناس تانية ما اقدرش احاسبه برده ايمن بنفس الشكل ده. ما اقدرش اقول له ايه هو انت ليه ما ابتديتش بطاهر محمد طاهر؟ ليه ما ابتديتش بصلاح محسن؟ ليه؟ فدي الايجابيات اللي هو بيستشفاها وبيكسبها من لقاء زي ده. فالف مبروك يعني. الله يبارك فيك كابتن شريف. كابتن علاء ايه اللي اختلف في اداء النادي الاهلي الشوط الثاني عن الشوط الاولاني؟ النادي الاهلي ونادي الاتحاد. طبعا النادي الاهلي عمل بعد كده صح. انا ما شفتش والله. النادي الاهلي عمل حاجه الشوط الثاني كان كابتن شريف كان بيتكلم عليها. عمل حته ان هو ضغط من قدام بقى حته الانتشار وحده يعني لو بصيت لعلي معلول علي معلول بالظبط تقريبا نص الشوط الثاني ما كانش بقى على الخط. كان دايما بيخش لجوه من اول تغيير طاهر بالظبط ساب الخط كله. طاهر محمد طاهر بدا يدخل لجوه بدا بيستلم في مساحات فاضيه اللي هو كان دايما يتميز بيها قوي يا ايمن لما كنا بنتكلم عن مستر موسيماني في الاول خالص اللي هم الاجنحه لما كانوا بيخشوا لجوه مش متراقبين. علي معلول عملها النهارده بس ما عملهاش من قدام من تحت. بقى دايما هو زي ما يكون زي ما مثلا يبقى ايه رابع نص ملعب. بس رابع نص ملعب بيستلم فشايف الملعب كويس قوي. طاهر تغييرته بدري ومفيده جدا. هو صلاح محسن طبعا هايل طاهر على فكره هيبقى من احسن المهاجمين الموجودين في مصر كلها باذن الله. هيبقى هايل طبعا امكانياته كويسه جدا. يمكن بس الهدف اللي ضيعه النهارده ما تعملش باليمين يتعمل بالشمال مش باليمين. لو باليمين كده هو بره لكن بالشمال كان هيبقى الجول كله قدامه. والله باليمين برضو بسيطه قوي تيجي يا كابتن علاء. هي جايه كده هو بيجري وشه كده اهو كابتن يروح لها بدماغه حتى. لا الاسهل يا هاني من كل ده جاي بالشمال يبقى تلاقيه راح هناك. لكن هو بذل مجهود كويس قوي. انتشار النادي الاهلي في الثلث الاخير بالنسبه لفريق نادي الاتحاد هو الاكبر الاتحاد على ان هو بيلعب على الكره طويله بس هو صح. ده اللي كان المنفذ الوحيد ليه. فكل اللي انت عملته ايمن بالظبط ايه زقيت الفرقه لقدام. قللت اول الاستحواذ اللي هو اللي كان بيتكلم عليه عادل الاستحواذ الى حد كبير. الشوط الاول سلبي صح. ما بتستفدش منه خالص. انت عايز استحواذ ايجابي. استحواذ زي ما من التلت الاخير تحركات طاهر مع صلاح محسن مع التكمله اللي وضحت قوي من حمدي فتحي كان بيتكلم عليها كابتن شريف. عمرو السوليه اللي بص يا ايمن بالظبط كده هو اختصار انت النص نص الملعب لعيبه النادي الاهلي من نص الملعب بالظبط للثلاثه قدام. انت ضغطت على فريق الاتحاد صح. فريق الاتحاد بقى المساحات اللي ممكن يعمل فيها استحواذ مش موجوده بيعملها الكره الطويله اللي انت عايزها. فهي دي ده اللي فرق. نادي الاتحاد حسام بعد خروجه الشوط الاول بهدف اعتقد مبدئيا عمل مباراه هايله بصراحه. لكن هو قابل فريق عنيد جدا في الشوط الثاني صحيح بيدور على مكسب باي طريقه وحصل صحيح. لكن هو في تراجع حصل لعيب نادي الاتحاد. حسام كان عايز يحافظ على هدف باي طريقه. ده اللي هنتكلم فيه فعلا. طب لا لا كمل. ده التراجع اللي حصل صح. استحواذ لعيبه النادي الاهلي وضغطهم الهجومي تراجع من لعيبه نادي الاتحاد. هو عايز يخرج من المباراه كده صح. لكن مع الوقت ايمن طول ما انت متراجع وبتدافع في اخطاء تحصل طبعا. في اخطاء بدري كتير قوي. يمكن لو هدف طاهر محمد طاهر جه من بدري بالشوط الثاني كانت الموضوع اختلف. لكن طول ما الوقت بيمر حسام خلاص مقتنع بالطريقه اللي هو انا عايز اقفل المساحات كويس قوي صح. متراجع ومستني هجمه مرتده ممكن يحصل فيها اي حاجه مزبوط. زي مثلا الكره بتاعه الفاول اللي جابها سيسي هو كان بيلعب على دي. حسام على الجانب الاخر لا لعيبه النادي الاهلي بتلعب عايزه الهدف والهدف الهدف جه هدف تعادل صح. والهدف الثاني وممكن في اهداف ثاني والهدف الثاني جه في توقيت رائع. لا طيب اكثر من رائع. ايوه دي توقيت النادي الاهلي دي توقيتات دي. لكن هو توقيت عشان فريق بيدور على مكسب دايما عايز يكسب دايما الروح القتاليه عندك انت بتبذل اقصى مجهودك عشان عايز تكسب. هو ده
دي الميزه في لعيبه النادي الاهلي دايما على فكره. صحيح. لكن هو المباراه كلها حلاوتها في الشوط الثاني. دي مدربين طبعًا. واحد بيدور على مكسب، واحد عايز يحافظ على مكسب. مزبوط. لكن في الاخر بقول الاتحاد اديته مباراه ممتازه النهارده بجد. والنادي الاهلي مبروك. الشوط الثاني الوضع مختلف. واللي عجبني في كل في الاستوديو كمان احنا طالبنا بتغييرات بسرعه. ما ياخدش وقت وحصل. فدي حاجه انا بحب دايما لما الاستوديو نتكلم مش انا كلنا طبعا. صحيح. لما نقول حاجه بين الشوطين وتحصل الواحد بيبقى مبسوط يعني. مزبوط. تحس ان هو دخل دماغ مستر موسوماني. صح. وعايز عشان انت ما بتلعبش على دوري، انت بتلعب على مباراه، لازم تكسب النهارده عشان تكمل ان شاء الله البطوله. ان شاء الله رب العالمين البطوله الثانيه تدخل خزينه النادي ان شاء الله. كابتن عادل، هل رجوع نادي الاتحاد الشوط الثاني نص ملعبه الحفاظ على الهدف كان خطا من حسام حسن؟ بص يا كابتن، اكيد الحماس ممكن يحسنك في المباراه لكن ما يحافظلكش على النتيجه. حماس قصدك من الجهاز الفني للعيب؟ الحماس بس. ممكن انت لازم احيانا بالحماس تقدر تكسب ماتش، تقدر تكسب دقايق. لكن ما تقدرش بالحماس بس انك انت توقف اللعيبه بالحماس من غير ما تقول لهم هيعملوا ايه. ده اللي بيحصل اكيد يعني. اللي انا عايز اقوله لك ان لو كان الاتحاد فكر افضل من كده واحسن من كده ولعب بتوازن ما رجعش ودافع الدفاع المبالغ فيه، ولكن حتة الحماس هم متحمسين دائما. يمكن دي عادة حسام، حماسه بيبقى دائما في حتة الدفاعية والدفع وكده، تلاقيه بيتسرق في الآخر المباراة باللعب المباشر أو بيخلي فرقته تحت ضغط طول الوقت. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة بقى اللي أنا عايز أقوله لك يا كابتن، إنه النادي الأهلي زاد الشوط التاني حاجة مهمة جدا خسرناها في مباراة الزمالك وخسرناها في المباراة في الشوط الأولاني بتاع الاتحاد. إيه هي؟ خفية حركة اللعيبة. الملعب خف شوية بصلاح محسن. عنده خفية حركة في الفيرويد أكتر من مروان، عنده مرونة وجري أكتر. عندك طاهر محمد طاهر عمل لك مرونة قوية جدا، وعندك وعمل لك رشاقة ومرونة في الملعب غير عادية، سرعات غير عادية. عشان كده أنت كنت دايما اي فرقه بتدافع عليك يعني. الشوط الاولاني بتاع الاتحاد البطء اللي انت كنت فيه وبطء التحضير وعدم تغيير من الدفاع للهجوم بسرعه، اللي كان بيحصل كان بيرجع فرقه الاتحاد وبيقف كويس. لكن الشوط الثاني رغم ان هم الاتحاد واقف ورا، ولكن انت سرعه الارتداد بتاع اللعب ده من خفيه حركه اللعيبه اللي جوه الملعب. عشان كده بقول لك طاهر محمد طاهر، كابتن علاء قال كلمة مهمة، يبقى لعيب مهم جدا. أنا الكلام ده من زمان يا كابتن علاء، دي حقيقة. لأنه من اللعيبة اللي بيجيدوا أولا، عنده أولا هو هداف كويس قوي. كنه اللي يلعب شوط واحد ويروح على الجون مرتين، فدي حاجة في أول مباراة لي، يبقى ده شخصية قوية. ممكن يضيع ولكن هقدر أجيب بعد كده. شخصيته قوية جدا، عنده سرعات كواليتي كويسه. الكواليتي بتاع المهاره عنده عالي قوي. صح. الفوتورك تحت عالي قوي عنده. عادي انت شفته في المقاولين وكان ما شاء الله متالق. فتخيل امكانياته زي ما بتتكلم عليها انت كده، امكانياته دي مع النادي الاهلي، فانت بتتكلم في موضوع مختلف تمام. وعنده عقليه بقى يعني. انا اعرفه واتكلمت معاه قبل كده، وكان معاه اساسا. وكان معاك يا كابتن. انا اعرف ان هو شخصيه كابتن تقدر تقول عليها متزنه. عنده اتزان، دي حقيقه. ايوه. وهبص تلاقيه هو نفسه يعني عنده طموح عالي قوي بنفسه يعني. انا 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 قلت كتير اكتر من مره ان طاهر محمد طاهر مع النادي الاهلي ممكن يعمل حاجه كويسه في اللعب، وممكن لما يجي انا متاكد تماما انه مش هيتواجد في مصر بعد سنتين ثلاثه. هيلعب في اوروبا لانه امكانياته تناسب. ولكن نرجع للمباراه، موسيماني التغييرات اللي عملها تغييرات مباشره. تقدر تقول لي ان موسيماني اللعيبه دي معاه في فتره قليله ما كانش مركز معاهم، لانه كان مركز في ايه؟ في بطوله افريقيا. فاللعيبه اللي هتلعب بطوله افريقيا المقيدين، هم ما كانش مقيدين. ولكن تقدر تقول لي ان موسيماني لعبهم ليه وثق فيهم ليه؟ لانه موسيماني اتفرج عليهم فيديو كتير قوي، اتفرج عليهم كتير. الحاجه الثانيه المهمه انه عارف الكواليتي بتاعهم، ان هم الاثنين لعيبه كويسين. ولسه كمان هيتفاجئ بنصر ماهر كمان، هيعجبه لان موسيماني بيحب لعيبه الكوره. ولكن هي مشكله ناصر ماهر في الوقت الحالي ان قفشه ماشي ماشي بطريقه كويسه قوي. وجميل انك انت ممكن تغير مكان لعيب او اثنين، او تغير طريقه لعب عشان عندك لاعب مميز او لاعبين مميزين. ناصر ماهر برضه هيبقى لعيب مميز، عندك طاهر محمد طاهر يبقى لعيبه مميزه. ده اللي هيدوا النادي الاهلي خفيه الحركه، لان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت
كان اداؤه مميز جدا تكتيكيا ووقفه وتحرك وكل حاجه، ولكن كان ينقصنا وعبنا حته الخفيه الحركه اللي هي في علي معلول اصلا اللي هي بقى فيها تبقى فيها طاهر محمد طاهر، هيبقى عندك فيرود بيتحرك بسرعات كتير قوي زي يعني مروان بتاع تمركز واجايه من التمركز. انت موسيماني شكله بيحب اللعيبه اللي هم عندهم الحركه الازيد، بدليل انه بيعمل لا مركزيه في الحته الهجوميه مع قفشه. حتى لو سمعت قفشه او سمعت اللعيبه دايما لما بشوف اللعيبه اتكلم معاهم هم بيتكلموا على ان الراجل بيديهم حريه اللعب في كل مكان اللي هو اللا مركزيه. مش المهم الاسم فين، صحيح. مش انت بتلعب ثلاثه مهاجمين مثلا او اربعه، ثلاثه وواحد قدام، مش المهم اللي ناحيه اليمين اسمه ايه ولا ناحيه الشمال، العب وتحرك زي ليفربول لما بيتحرك مع فيرمينيو وصلاح وماني. فالثلاثه بيشتغلوا كده. احنا بس محتاج الحته بتاعت الهجمات اللي اتكلموا فيها الكابتن شريف والكابتن علاء والكابتن هاني العجيزي، بيتكلموا في حته انك انت لازم الفرصه اللي تجيلك لازم تستثمرها. مظبوط، هي دي اللي ناقصانا، وبالذات ما يبقاش عندنا الهدافين بتوعنا اللي جايين من الخلف. يعني انا ساعات ببقى سعيد جدا بيها وساعات ببقى حزين. انا سعادتي ان عندي تنوع في التهديف وعندي اللعيبه بتاعت نص الملعب، لكن الاهم عندي اللي وظيفته المهاجمين، صح. لازم يلعبوا على الجون ولازم يحرزوا اهداف. كابتن هاني، نقدر نقول عندنا الجول اهو يا كابتن شريف، ان شاء الله ببطن رجل. ادي علي معلول بيلعبها لقفشه، وقفشه جاي من ورا، بص شايف نيته اهي بطن الرجل. بقول لك هو ممكن انت واخد كلمه رجل. بص انت واخد كلمه وش رجل. انا بقلب اهي اهو، بص بطن الرجل. حرام عليك بقى الراجل، خلاص والله العظيم بطن رجل باينه جدا. بقول لحضرتك مصر كلها تمام 110 مليون قلب. عارف انت غليت فيها حضرتك؟ بطن رجله حضرتك. عارف يا كابتن ايمن الصباع الكبير ده؟ ايوه هو شايطه بالصباع الكبير. كابتن مش عايزين خلاص رهان، فهمت ازاي انا؟ لو سمحت مش عايزين رهان خلاص، لو سمحت مش عايزين رهان نزل. ففي الصباع الكبير ده يا كابتن اللي بيعتبر جزء من وش الرجل، هو اللي بعت الكره دي بقوه. مش بقى بطن الرجل من ورا، من نص رجله. ايوه دي من نص رجله. ايوه دي من نص ثبت لنا بعد ما تطلع الكره من رجله على طول. بص سايب بطن رجله ازاي، اهي بطن رجله اهي. اسمع اسمع يا نجم، عمل ايه؟ حول من الوش الرجل الى صباع الرجل دلوقتي على طول. بكره او بعد شويه ما تمشيش مع رجل عضمايه. لا انت قلت وش رجل عضمايه اللي شايفه. لا انت قلت وش رجل، انت قلت وش رجل خلاص. يعني هل لا لا مش عندنا. بص عادي هقول لك على حاجه، ما عندناش معلومه وش رجل او بطن رجل. انت قلت وش رجل اهو اهو. عاوز تاني سلام يا سمير، انت جبت له كل حاجه يا سمير. من هنا فين انت شايفه هو بيجون؟ لا طبعا بس باين. قفشه يا سمير تاني، ايه بطن رجل باينه قوي. طب نسال الناس، تطلع بطن رجل وريحهم. المهم دخل الجول، الموضوع بقى خلاص. المهم دخل الجول خلاص. نسال الناس هنا، الناس اللي قاعدين بره. ماشي ماشي ماشي. انت اسود والله بطن. كابتن هاني، نقدر نقول ان مستر موسيماني تفوق على حسام حسن بعد قراءته الجيده جدا لنادي الاتحاد الشوط الاولاني؟ ده كنت لسه هتكلم فيها يا كابتن ايمن. انا بصراحه عجبني قوي استيعاب الراجل للمباراه، استيعاب مستر موسيماني. طبعا طبعا مستر موسيماني، عشان الناس الناس بتعلق على الراجل دي. استيعاب مستر موسيماني طبعا على مجريات المباراه وقرايته للملعب بطريقه جيده جدا بصراحه. الماتش اللي فات والماتش ده، يعني الماتشين بصراحه الراجل، يعني حتى تغييراته الراجل ادرك فعلا ان النادي الاهلي في خطر، او النادي الاهلي محتاج تغييرات مثلا في بين الشوطين، وفعلا كلنا اتكلمنا فيها بين الشوطين مع بعض، وقلنا ان الراجل لازم يغير، وقلنا بالاسماء كمان، قلنا ان طاهر وصلاح محسن وكهربا دول اقرب ناس ان هم ينزلوا. فعلا الراجل غير اتنين من اللي قلنا عليهم. ده يحسسك ان الراجل يا كابتن ايمن يعني عايش المباراه، مش رد فعل مثلا للمباراه، او بيشوف المباراه مثلا بيحصل فيها ايه بعد كده هو بيبدا يتعامل. لا الراجل حاطط كذا بلان شغال عليها، لو دخل فيه جول هيعمل كذا، لو كسبان هيعمل كذا. فده شفناه كلنا في النهارده من الراجل. بصراحه عجبني طريقته وادائه في المباراه. تاني حاجه عايز اتكلم طبعا النهارده على قفشه والايجابيات. النهارده قفشه بصراحه من المباراه الثانيه على التوالي، الراجل بيثبت ان هو صفقه كبيره قوي للنادي الاهلي، وصفقه النادي الاهلي فعلا كان محتاجها. النهارده بيحرز هدف، يعني هدف، يعني انا شايف ان هو هدف ما بيحرزوش الا كل لاعب عالمي.
يعني حتى اتكلمنا قلنا يعني توني كروس على طول بيعملها في ريال مدريد، مودريتش ساعات بيعملها، فجول بصراحه وزاويه ضيقه جدا يعني مش اي حد يفكر، صعبه جدا مش اي حد يفكر كمان ان يحطها بالشكل ده في المكان ده. تمام رجلي طبعا وده طبعا كابتن احنا كلنا برده قلنا الفاول وكلنا اتخدعنا في الفاول ان علي معلول كلنا قلنا، لان طبعا السردبكين كل الناس طلعت في 18 ونادي الاتحاد يعني المفروض ان هو كان يوقف واحد في المكان ده، فالحمد لله ما وقفش حد. مزبوط. طبعا وده برده غلط خطا دفاعي، كان لازم يبقى في واحد ما واقف على المكان ده، لكن هو ربنا طبعا بيكافئ قفشه المباراه الثانيه على التوالي. انا شايف ان هو يعني السنه دي بصراحه من احسن السنين في حياه قفشه والمباراتين دول بالذات، واعتقد ان شاء الله المباراه النهائي هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى احسن من كده وهيكسب النادي الاهلي اكيد. يعني عايز اكمل بس كابتن معلش في حاجه مهمه برده، التكمله من لاعب نص الملعب للمباراه الثانيه على التوالي برده، حمدي فتحي النهارده بيحرز هدف نفس اهميه هدف في السوليه في ماتش الزمالك في توقيت طبعا كلنا اشدنا بيه واثنينا عليه. السوليه الماتش اللي فات في نادي الزمالك جاب هدف رائع برده بالراس، النهارده حمدي فتحي نفس الكلام. فانت يا كابتن ايمن بتتكلم في عندك ان انت الاسترايكر اللي عندك ممكن ما يكونش موفق، لكن عندك بدايل في الملعب. صح. تقدر انها تكسبك مباريات. مزبوط. مهمه، ودي حاجه انا شايف ان حاجه ايجابيه بصراحه وحاجه مهمه جدا في اي تيم بينافس على بطوله. طبعا النهارده برضو عايزين نتكلم على ياسر وايمن باستثناء طبعا الهدف اللي دخل كان وقفه غلط او هي اتعملت بشكل كويس من لاعبي الاتحاد، مش عايزين برضو نبخس حقهم، لكن النهارده برضو المباراه الثانيه على التوالي برضو ياسر وايمن بصراحه عاملين ماتش هايل. محمد هاني نفس الكلام، يعني هنتكلم طبعا مع بعض مش عايز اخد وقت كبير، هنتكلم مع بعض في كل لاعب والنهارده كان عامل ازاي. لكن طبعا مبروك للنادي الاهلي، مباراه فعلا هي دي لعبه النادي الاهلي، مباراه يعني انا شايف ان هي خطوه مهمه في ان شاء الله باذن الله لحظ اللقب ان شاء الله. عندك تعليق قبل يعني سريعا كده؟ احنا انا كلمتك على الحماس بس ممكن ما يخليكش تستوعب الحته التكتيكيه. مين اقوى واحد بيشوط في النادي الاهلي في الفتره دي وهدفه بيشوط من بره؟ مجدي قفشه. لما يكون مجدي قفشه الكورنر بتتلعب او فاول بيتلعب على جوه وده واقف لوحده بره، تعرف ان هو ده حماس اكتر من انه مش فنيات. نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار وتحليل اهداف المباراه ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكابتن عادل، هنحلل جوال المباراه. نبدا بالجول الاول بتاع رزاق سيسيع، ينزل معانا على الشاشه. قبل ما ينزل معانا على الشاشه عايزين نتكلم فيها يا كابتن عادل. اهو اولا المراقبه، هات من هنا بس اثبت. بص يا كابتن، بص عدد لعيبه النادي الاهلي 3 4 5 6 7 على 4. تمام مظبوط، هي مش بالعدد. لا بص بقى التحرك، ادي واحد ماشي كمل 2 كمل كده نكمل. بص يا كابتن اهم لا هي اهم ما في الموضوع وخطا لعيبه النادي الاهلي ان كله بيبص على الكوره، كله بيجري وبص على الكوره. المفترض انك انت كل لاعب بيبقى معاه واحد. بص انت في زياده عدديه ازاي مننا؟ مين اللي كان معاه الاول قبل ما يلعبها؟ ده ياسر ولا ياسر مشيها كده شويه. كمل ماشي كمل. لا كمل عادي الصوره العاديه. ماشي كمل الصوره العاديه. يكمل الصوره العاديه. سمي ايوه ماشي. بص ياسر خرج بره اللعب، ده رقم واحد. ايمن اشرف كمان دخل خرج بره اللعب، ولا مين رقم 9 ده اللي هو في وسط اللعيب؟ حمدي فتحي. خرج حمدي فتحي خرج بره اللعب برضه. وهاني باصص فين؟ دخل جوه قوي. الراجل ده كان مع ياسر، المفروض ياسر المفروض اللعيب يحسه بايديه. ايوه لو ما حسشوش بايديه يبقى هو بعيد عنه، لازم يبص بنظره. هو بص بنظره على ايه؟ على الكوره دي. واحد اثنين، حتى الشناوي الطلعه بتاعته برضه تحس ان هي فيها ايه يعني التايمنج مش عالي قوي. مش في وقته. عشان كده بقول لك في خطا. اللي جاب الجول ما كانش مع ياسر. انا لا في البدايه خالص بنتكلم. ممكن نعيدها تاني يا سمير معلش؟ طيب ياسر مع خالد قمر اهو. خلينا من هنا. خالد مع ياسر قمر بيضغط عليه. مين اللي عمل الوان؟ جيراردو اللي مع سيسي يا كابتن. مع عبد الرزاق سيسي. تمام اللي قدامه. انا مش بتكلم على انا بتكلم. بص الكره تتلعب ازاي؟ اتلعبت الكره. ماشي يا سمير. ماشي يا سمير. النظره كلها. هنا ياسر اللي يخرجه بره. هو دلوقتي مفيش حاجه اسمها يا هاني، مفيش حاجه اسمها في الكوره مان تو مان دلوقتي في ال 30 يارده الاخيره. مفيش حاجه اسمها طالما انت بتلعب باربعه ما بيبقاش في حاجه اسمها مان تو مان. انا ليه اخرج سردباك من مكاني؟ بص السردباكين واقفين ازاي؟ الوقفه نفسها غلط.
انا بتكلم طول الوقت انت كسرد باك ما تخرجش نفسك بره اللعب خالص. ليه؟ انت لو انا واخدك ونزلت بيك هفضي المكان ده روح زي ما ده حصل. لو وقف ياسر مكانه ما كانش حصلت كده. علشان كده دلوقتي انت لازم المساحات تبقى منضبطه والسرد باك يبقى واقف مكانه. علشان في حاجه اسمها تسليم وتسلم، ده اللي شغال دلوقتي. ما فيش حاجه اسمها مان تو مان، اطلع انا معاه لغايه الاخر. ليه؟ بس عايز اقول لك في مكان كابتن عادل، عايز اقول حاجه عشان بس ما نخسر الراجل ده حقه برضه. الراجل التمريره دي بجول طبعا كابتن التمريره. ما هو اكيد اي لعيب كويس هيمرر كويس، لكن انا لو واقف مكاني مش هخليه يمرر كده. هو مرر في المكان الايه الفاضي. المكان الفاضي ده بتاع مين؟ طب بس لحظه، هو ليه مرر؟ هو ليه مرر يا كابتن عادل؟ علشان مين عامل ضغط على الراجل ده؟ بس انا بس معلش، كل الكلام ده كويس جدا والراجل مستواه كويس قوي. طب وليه ايمن اشرف ما راحش على الراجل الخاص؟ ايوه ما هي دي. ايمن اشرف واقف لوحده الوقت كده في الشكل ده كويس، زي يقولوا كده ليبرو اللي هو الفاضي خالص كويس. هو ده مهمته ايه؟ يروح على الراجل خطر بقى زياده. لحظه استنى بس، ايوه الزياده في كل الشكل قدامنا ده مين؟ لحظه طب بس خلي بالك ما يقدرش يسيب مكانه يا كابتن. انا بقولش يسيب مكانه ايمن، لان الراجل مواجه لجول ممكن يشوط. ثانيه واحده، العالم قالوا بيعمل ايه الراجل ده؟ ممكن يشوط، مش هيشوطها مره واحده. علي بعيد شويه، مش هيشوطها مره واحده. علي بعيد لا ما ممكن لحظة يعملها لنفسه يشوط. يا كابتن علاء بص هيقرب يعني واقفه. ممكن كابتن علاء خليني اكمل فكرتي بعد اذنك عشان حاجه مهمه عايز اقولها لك. احنا دلوقتي الانضباط في الحته الدفاعيه بالمساحة وبالعدد المساحات أو الياردات اللي هي موجودة، تلاقي لو أنت بصيت على أي دفاع تلاقي منتظم واقف الوقفة الرباعية. الفرق ما بين ده وده بتبقى 10 متر 10 متر 10 متر، 3 عشرات اللي بيقفوا فيهم أربعة. ما كانش ما فيش كرة تتعمل زي دي. كن أيمن أشرف واقف الحتة دي علشان ياسر خرج. فهو المفترض هيعمل ايه؟ المفترض الميل على مين؟ يميل على مين؟ على اللي جايه له الكوره ده اللي عمل الباص، ولا يميل على اللي طلع من عند ياسر؟ انا كان رايي انه كان يميل عند ياسر شويه، لان ياسر طلع خطا بخطا. انت لازم كنت تصلح الخطا ده علشان هي اللي تتلعب. انت خايف للراجل يستلم ويشوط حد يضغط عليه من نص الملعب. كمان معلول بعيد شويه، ده نازل ده الكلام اللي انا بقوله كابتن علاء. حمدي فتحي فين؟ نظر كابتن علاء حمدي فتحي فين في الوقت ده؟ دي مهمة جدا. ده مكانه مين مكان الديفندر الثاني؟ ما هي دي يا كابتن. بقول لكم ايه، عشان تحكموا على الكرة دي لازم تكون كورة من الأول، مش من عند الباص ده والضربة ال 1 2 3 ده. أنتوا لازم تشوفوا ليه ياسر جه في المنطقة دي. خروج بره هو هترمي التماس يا كابتن شريف. طيب بس أكيد كان رايح مع حد غلط يا كابتن. احنا عندنا دلوقتي كويشن. هي دي نيتها يا كابتن. أهو بص اتفرج أهو ياسر في الحتة دي. حلو قوي. أنت بتقول لي إن ياسر ساب مكانه. هتشوف دلوقتي هتشوف دلوقتي هيعمل إيه غير المارك اللي هو عامله دلوقتي؟ عامله أهو. أوكي تمام. وهنا طبيعي قوي اللي هو فيه ده. تمام طبيعي ماشي، مش سايب مكانه. دلوقتي بص بقى المكان هنا بقى، هنا الخطا الترحيل او هنا السلبي اللي احنا الترحيل. لازم ناخد بالنا منه. هو لازم كان يرجع الراجل اللي الراجل اللي عمل الباص ده ان بتوين للراجل يروح على الجول. نموذج انا ياسر عندي انا هنا مفيش اي ذنب في الكوره دي عادي، فاهم قصدي كابتن؟ طب ما ينفعش جيراردو كان يكمل مع الراجل اللي كان بيجري ده. ده اتكل بقى على اللي واقفين. يا هاني صعوبه شويه هاني، بس هيضايقه على الاقل. هاني يا هاني التسليم، لانه هو واخد القرار خلاص يا كابتن. بص في حاجه الكوره بقت سريعه. انا مع علاء يمكن في حاجه اتعملت في الكوره دي يا كابتن، ان السرعه يمكن ايمن اشرف هو كان لازم يغطي، هو اللي نجح الكوره السرعه في تنفيذها. وانا عايز اقول حاجه، الراجل اللي لعب اصلا الكوره ال 1 3 اللي هو اللاعب السرو للسي سي، انا متاكد ان هو ما كانش بيلعبها 1 3، كان بيلعبها 1 2، لان اصلا سي سي كان جاي من وراه. يعني مستحيل يبقى هو شايفه. دي مستحيل دي 1 هي 1 3 بس هو كان قاصد ان خلقت بات 1 3. تحرك سي سي يا كابتن هو اللي عمل الكره. اللي يفسد اللي حاجه عادي حلوه قوي. اللي يفسدك كله عينيهم بقت مع الكره. أيوة. مش مع التحرك. وايه اللي يفسد ده كله؟ الوقفه دي. الوقفه الدفاع الصح، الوقفه الصح تفسد اي حاجه. طبعا. علشان كده بيقول لك ايه، انا لو بلعب اتنين سرد باكين وانا باخدك وبنزل بيك وبفضي الحته دي، يبقى اللي جاي من ورا اللي هيحصل هيروح على الجول. نرجع للعبه تاني ونشوف برضو وجهه نظر الكابتن علاء ان هو ايمن اشرف هو اللي قبله. ممكن نرجع تاني يا سمير بعد اذنك. هي اتلعبت بسرعه قوي. خد بالك مين يقابل اللي هيعمل الباص. هو كابتن علاء قال ايمن اشرف هو اللي يروح مع سيسيه، يروح يقفل على سيسيه لان هو شايف ده. عمر ما يشوط كده يا جماعه، نفرض هيوقف الكوره. اه هيستلم حمدي قريب وعالي كان ممكن، لكن
دايما ابص على اخطر صح. الاخطر ان ايمن اشرف واقف لوحده ماشي. في مكان خطر زي كده زي ما كان عادي بيقول مفيش حاجه تسليم انت واقف هنا ليه ماشي. عشان صح. انت تستقبل اي خطا وواضح ان الراجل هيعمل التمريره جيراردو مش هيكملها يا كابتن شريف لا صعب جيراردو لو هيكمل كان كمل مع سيسي بس هو مش هيكمل لا ده وشه ناحيه ثانيه انا بقول لك هو بعد ما سيسي لف جيراردو مهمته انتهت انا بتكلم بقول لك ايه ان ايمن واقف في الحته دي لاستقبال اي اخطاء انا معاك في دي تمام اكبر مكان فيه خطر اللي هيحصل ايه اللي ورا ياسر في سيسي الوقت اللي ورا ياسر مش هيبقى بره كمان يا كابتن شريف برافو عليك يعني ده ما بصلوش هنا انا عارف سيسي ما بصلوش خالص كابتن هنا سيسي ما حدش متوقع خالص هو يجي كويس ما حدش متوقع خالص واحد بس اللي توقع اللي هو شايف اللعب ده كله ماشي قدامه كده اللي هو ايمن اشرف ايمن اتحرك مع الكوره كده انا بس اقول لك حاجه اهي الوحيد اللي شايف الكوره من بدايتها لحد ما هي بص هو ده اقف هنا سمحت يا اسمح بس ايمن اشرف وهو الشناوي هم اللي لازم شايفين لازم عينه تجيب كل المنطقه يعني الوحيد اللي شايف اللعبه دي كلها اتنين ايمن اشرف وورا الشناوي كل دول انا بعذرهم مع وقفتهم والغلط لكن أيوة. ايمن اشرف وهي راحت كده بالظبط وهي لو خد بص هاني خطوه كابتن علاء خطوه عادي والله انا وش ايمن مش باصص للكوره باصص للكوره هي بص يا عادل قال لك ايه المشكله الافه اللي بتحصل في الكوره المصريه كلها ماشي. كل المدافعين ده من عنا على الكوره دي غلط مزبوط. الغلطه الثانيه ان دايما ايمن يشوف الاخطر مش اللي هيجيله الكوره انا واقف في المكان ده عشان الم اخطاء الثاني الباقي يا ايمن بص طب ايمن ما بصش الكوره بقى خلاص لان بص ايمن طالع له كمان ايمن ما طلعش كمان ده طالع له ده طالع هو كمان ما انا بقول لك خد بالك لا ده ايمن اللي طالع ده ايمن اللي طالع ايمن طالع يعمل ايه كل ده راح ايمن ما يطلعش دي غلطه ده ايمن لازم يبقى اخر اختيار خلاص ايمن لازم يبقى مستني هو اللي شايف اللعبه ازاي مين اللي بس دي عايزه مين اللي متطرف هنا جنب محمد هاني السوليه ما كانش لازم موقفه غلط كمان يعني حمدي والسوليه موقفه غلط وجيراردو علاء في رمي في رمي اوت هنا ففي كل واحد ماسك حمدي في زياده عندك يا شريف في زياده عندك كتير قوي بص اللقطه دي بص طب بص يا كابتن علاء السوليه شايف سيسي وهو بيلعب وهو رايح على الكوره وهو رايح على الحته الخطر هقول لك حاجه ايمن كل اللي حصل ده هم مش متخيلين ان الكوره تطلع بالدقه دي بس كلها توكل يعني هو قال لك استحاله تطلع كده يا شريف كلها ايه كل واحد بيعتمد على الثاني واعتمد على حاجه واحده بس انه عمر التمريره دي ما هتروح في المكان ده صح بوجود ايمن وياسر ابراهيم اختراق اللي عمله حصل العكس كابتن ايمن بص بقى ممكن يكون ايمن اشرف برضه عشان علي معلول بعيد شويه لا هو خاف هو طالع علشان ما يطلعش فاكر هيسند وهيشوط فراح بص يا كابتن بص ده اللي انا قصدي كمان اول ما تلاقي المدافعين الاربعه بتوعك واقفين متفركشين دي كده حتى في اي مكان وفي اي وقت تعرف ان الاخطاء هتبقى بينيه اي سرو بيني هتتضرب علشان كده الاربعه لازم الوقفه بتاعتهم بتبقى احيانا بيبقوا خمسه بينزل الخامس الطرف من الطرفين واحيانا بيبقوا سته بينزل الطرفين نفسهم تحت بيضيقوا المساحات عشان ما فيش حاجه بينيه تحصل ساعات في حاجات بتحصل في المباريات احنا بنستفيد منها في اللي جاي طبعا حقيقه وده الراجل موسيماني زي ما بيقول هاني بيقول انا لما كنت بخسر او كنت بكسب كان بيبقى عندي عوامل سلبيه وعوامل ايجابيه بستفيد منها فدي حاجات النهارده من اللي حصلت ايمن لازم يبص كويس قوي في اللي حصل ده التزام اللعيبه كلها من نص الملعب للباكات للديفندر بتوعي ازاي عشان ما يحصلش انا بقالي كتير قوي ما شفتش الخط بتاعنا الديفندرز كله بيتضرب بكره زي دي انا اول مره انا بصراحه اول مره اشوف كره زي دي الوقت اول مره اشوف كره زي دي نتضرب بيها في السهوله دي احنا فرقه كبيره واسم كبير جدا ودي لعيبه كبيره جدا وعندها قدرات ما تتضربش كده عدديه لا ومش احنا اللي تعمل فينا الوان 3 ده وكلام لان احنا نملك الوقفه ونملك الامكانيات والسرعات وكلام والروح وكل حاجه احنا ماتش الزمالك كله ما اتعملش فينا واحده زي دي ونهائي افريقيا معلش يعني لو احنا خارجين من حاجات كويس ان بتيجي في ريمارك كده يعني وممكن يكون في كسل برضو شويه من بعض اللعيبه انها تكمل توكل هو كله متوكل على بعض كله متوكل على بعض اعتمد على التاني الاعتماد على بعض دي خسرنا بيها بطوله افريقيا قبل كده الحمد لله الحمد لله جت سليم طب نشوف الجول الاول بقى بتاع النادي الاهلي اهو نقعد ساعة ما حدش كان يتوقع ابدا ان علي معلول يلعبها بالطريقه خالص وما هي ده اللي اتكلمنا عليها الحماس مستنيين عرضيه حماس حسام حسن خلاه يغيب ان قفشه اعلى واحد بيشوط في النادي الاهلي قفشه يبقى بره يبقى لازم يتعمل تكتيك صحيح. هنا بقى الوقفه بسرعه وخبرات اللعيبه في الملعب لكن انا عاوز اسال سؤال بس
ايه القوه بتاعت قفشه في دي؟ اه التكنيك بتاع الحركه بتاعه هايل ما شاء الله بصراحه. وباص دي تتعمل في البوكس ومش قوي تقريبا هي هذه مش قويه عندها 18 صح يا كابتن تتعمل جوه ما كملتش 25 يارد 25 18 دي صعبه قوي تقريبا يعني ومش قويه خلي بالك بس هو موجه بس هي عادل كلنا لعيبه كوره ما تجي لي باص فيها توجيه عالي جدا بالشكل ده بص قد ايه بص بعيد بص للكوره فاكر الجون ده زي قريب من جون مين؟ مين؟ حمدي جمعه بس مختلف لا بوش رجله الزمالك حمدي حطها بوش رجله ادي بقى بوش رجله ادي بقى بوش رجله شوف يمكن انت بتتكلم على حمدي انا حمدي كان على حمدي كان على كوسه 18 على كوسه 18 من الناحيه الشمال 18 وبوش رجله في سقف الشمال بس برضه اتعملت كده اتعملت فاول الكابتن الخطيب كابتن الخطيب باصا من الناحيه الثانيه وحمدي جمعه من الناحيه الثانيه حمدي جمعه دخل حط فيها وش رجله لفت انما بص التوجيه ببطن الرجل والقوه نموذجيه ايمن عايز اقول لك حاجه على قفشه بص لا هي ما تجيش غير من قفشه عايز اقول لك حاجه على قفشه قفشه من اللعيبه التكنيك الحركي بتاعه عالي جدا الشوطه بتاعته مش قويه ولكن مركزه هتقلنا تاني بس هشوف حاجه بس فيها لو جبت ماتش الزمالك لو جبت جون الزمالك لو جبت جون الزمالك تلاقي التوجيه زي ده وجه بس وجه بوش بس اثبت هنا نسبه هنا بص الكره بتنط ازاي بص بقى لا لحظه بص الكره عشان الارض بس هي ما نطتش قوي زي ما انت متوقع يا كابتن شريف ممكن تفتح لنا الكادر شويه لو نفتح الكادر نشوف اقرب لعيب من نادي الاتحاد فين ما هو ده الفكره بقى كابتن 11 كلهم ده في مثلا على الاقل ادي عندك 3 يارد مثلا او 2 يارد او 4 5 10 10 بره مفيش حد ما هو ده يا كابتن اللي قلت لك الحماس ده الحماس ده الحماس اللي هو اجري اخبط اوقف حاول تعمل لكن ما فيش الفكر اللي هو الزحمه اللي هي ما بتسمحش لاي حد لما تجي له كوره خد بالك يعرف يتصرف فيها ولازم اللعيبه كمان حته يعني الحماس دي اوكي لكن حته الفكر انك انت قفشه بره لازم يتقفش مثلا لازم حد يمسكه مان تو مان تكمله كابتن عادل برضو بيتكلم على السرعه او التشتيت مثلا في الملعب من فريق الاتحاد برضو لو تفتكر ماتش المصري النهائي بتاع احمد فتحي برضو في الدقيقه برضو في اللي كان نهائي الكاس برضو كان برضو غلطه من لعيب من فريق شوقي برضو واحمد فتحي خدها لانهم يعني صدقني انا ضغط الموضوع ده بيضغطوا بص احيانا انت مثلا كمدرب بتبقى طول الوقت عايز تحمس لعيبتك وفي اوقات الحماس الزياده بيقلل الفنيات عندهم خلي بالك ده ثالث ماتش اللي حسام حسن في الكاس يخسره مع النادي الاهلي وبيجيب الجول الاولاني وبيتقدم بالهدف المصري وكل مره بيتقدم علينا وده ثالث مباراه ما بقول لك يا كابتن دائما انت كمدرب حماس كويس قوي تبقى حماس ولكن في نفس الوقت لازم يبقى في تكتيك لازم يبقى بس في حاجه كابتن عادل انا عايز اقول لك حاجه انت يعني مع الحماس وخبرات حسام حسن كمدير فني بقاله فتره اكيد طبعا بيبقى فيه برضو فكر وفي تركيز وفي بس ممكن ايه الفكر في دي يا كابتن في الكره في الجون ده يعني انت يعني قبل ابجديات الكوره انت بتقابليها على التخته بره وانت اللعيبه بتاعت فرقتك لما بيجي فاول للنادي الاهلي ده بيتمسك مين وده بيتمسك مين ومين بيمسكه ودي مهام اللاعب بيتحاسب عليها لكن اللاعب ما بيبقاش شايف ولا هو حاسس بيها لان الحماس الزياده اول اوفر انت قصدك ان ده شغل مدير فني طبعا يعني انت بتتكلم على افضل لاعب اللي مكسب النادي الاهلي بطوله افريقيا كلها من شوطه من بره منطقه الجزاء قفشه مجدي قفشه اوكي انا لما يكون واقف بره انا مدرب ما صرخش ما جايز كان قال واللعيب سرح ودخل مع 18 ما هو ده اللي انا بقول لك يا كابتن الاهم بقى من الحماس خوف على النتيجه والحرص ايوه الحرص خلى اللعيبه كلها ما هو ده يا كابتن ما هو ما فيش ضربه دي يا كابتن أيوة كابتن علاء ممكن ما انت مركز كويس قوي عادي من كتر ركيزك بتنسى يعني لقطه زي كده لو انت في العادي ماتش زمالك اهو كابتن الجون اهو كابتن فيها كابتن اهو جول بتاع حمدي جمعه اهو بص من ده بوش رجله بقى نفس اللعب ده بقى بس انا شايفه بطل يبقى انت لا يبقى انت كسبت الرهان على دي لا ثانيه مش عايز النزعه دي على استنى مش عايز النزعه دي لما يرد علينا يا كابتن عادل نشوف الكره دي حمدي جمعه عملها ازاي حمدي جمعه عملها بطن رجله باينه اهي بطن رجله ده بوش رجله كده صح يا كابتن ترى هنا بقى ان هي بطن رجله ده بوش رجله كده غير بقى انت انا مش عارف انا عايز اقول لكم على حاجه الاجوان بتيجي دايما من الاخطاء ملناش دعوه بالاخطاء انا بقول لحضرتك حاجه ما تتغلوش انما كنت بتقول لي الراجل ده ليه ما روحش مسك قفشه
والتاكتكس والبتاع لازم يحصل. عارف ده مين اللي شاط الخطا بالهدف الاولاني؟ عارف مين اللي شاط مع كابتن خطيب هنا؟ مين؟ حمدي جمعه. حمدي جمعه الكابتن حمدي جمعه صح؟ الباك رايت. انت كمهاجم او كمدرب من بره ما تصدقش ان الكابتن حمدي جمعه هو استغل موقف. هو استغل موقف عادل. لا هو ده ثانيه واحده. هو انت ثانيه واحده. انا كنت في الماتش ده عادل علاء. ثانيه واحده بقول لك ايه؟ هو انت فاكر ان مستر كوتي لا ما قالش ما قالش ما قالش ان حمدي جمعه تعالى شوت لا هنا. ما قالش هي بس انا يا بص عادل دايما علاء بيقول لك موقف ملعب واحد راح كده يعني واحد جه كده اقول لك معلش مع احترامي كل لعيبه ما لو حد غير كابتن خطيب في كوره مش هيعملها بالعرض كده ايوه صح مش هيعملها بره هيعملها اوفر هيعملها في نص والله هيعملها هيحطها في الجول ويعملها لمين ويعملها لمين هو موقف حمدي جمعه ما كانش بيشوف لا 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 موقف اتخلق قصده انه موقف اتخلق في موقف اتخلق وقتها بس كابتن خطيب على الكوره قفشه مش موقف اتخلق ايوه انا فاهم عارف ليه لان قفشه قصير صح ما بيدخلش جوه ال 18 انا بتكلم بيلعبوه على عادل انا بتكلم عادل ثانيه واحده انا بتكلم على انا بتكلم على حد كررت قبل كده بتكلم على حد اي انا بتكلم على حد قال ومتدرب عليها وبتكلم على موقف اتخلق في ثانيه اللي بتكلم عليه كابتن شريف ده في وقتهم موقف في ثانيه ده بتاع الكابتن خطيب يعني لو كان حد غير كابتن خطيب استحاله هيفكر القرار كده القرار ده مش هياخد كده لو شاف حمدي مش هيبقى فاهمني والحمدي وراحت كده انت كمان صعب قوي قوي طبعا صعب ان هو ياخد القرار يديها للكابتن اي حالتين حاله لعيبه من كتر ما هي خايفه على المكسب فناسي كل حاجه وبقول لك انا كل ما ده المبدا اللي انا دافع كل ما دافع كتير واقف وراها مش هيجي فيها جول ده خطا اللي قال عليها شريف دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك ما الاهداف بتيجي من اخطاء كل ده خطا خطا في الوقفه نفسها المثل بيقول لك الدق ايوه هو يا عيني انت الخطا هو ان كل ما دافع ورا واتاخر مش هيجي فيها جول غلط انت بتضغط نفسك طب ما لو دافعت من قدام بص يا كابتن مش هوصل للجول بص يا كابتن على انا قصدي ايه؟ انا قصدي فعلا كلامك مظبوط من كتر حرصك والحماس والحاجات دي لكن احيانا انت معاك جهاز فني صح الجهاز الفني بيحصل ايه؟ احنا كده بنشتغل كده لو في كوره ثابته عليا زي كده بقى من المساعد بتاعي عشان بيبقى ذهنه فاضي وافضى مني الحاجه الثانيه المهمه وانا ليه اشتغل على كل الملعب ما انا اشتغل في الحته الهجوميه او الحته الدفاعيه يا كابتن عادل انا هقول لك اتكلم عن الحته الدفاعيه او الحته الهجوميه انا كمل لحضرتك حاجه انا لو مدير فني اقسم بالله ما هعمل التكتيك ده اللي هي الباص الطويله دي كده عشان واحد يجي لي من الزاويه دي ويشوطها بنفس الشكل ده لازم هلعب الكره بالعرضيه دي و3 4 5 6 يجيبوا جول زي الكورنر اللي جبناه في ماتش زمان بص صعب قوي هم اكيد متمرنين عليها طبعا. اكيد في تعليمات اقول لك حاجه اكيد في تعليمات بعديها بخمس دقايق انا مش ضامن على اتعملت غلط اتعملت غلط وبتوع الاتحاد وقف يعني برضو. دي ايه ليه بقى هو بص يا في الماتش جات لك الاثنين جات لك بعديها واحد هيجي في دماغه ايوه هيعملها تاني لا عملها تاني وعملها تاني بس المره دي اللي فرقت ايه البارد. واحد واقف على 18 آه مره أيوة. مستني حامي الفرق بس والله انا وجهه نظري وده تلاقي الواحد ده واقف مش تعليمات لا ده هو حاسس بالشكل اللي حصل فيه لسه حالا من صح. من كام دقيقه بس دي تعليمات مدير فني ومدربين عليها طبعا ايوه طبعا مليون المية انا بقول لك دايما اللي عملها الاهلي بص يا كابتن اللي عملها الاهلي ده مدرب اتكلم عليها طبعا واللي حصل من الاتحاد مدرب ما اتكلمش عليها صح بمعنى انك انت كمدرب النادي الاهلي قلت كله هيخش ال 18 فيقولوا ان احنا نرفعها فننزلها تحت بس تمام بس دي تتعمل في البوكس مش تتعمل بره صعب قوي ان مدير فني يقول لك اعملها بره ده قمه التوفيق كمان ممكن يكون خلي بالك التكتيك اللي عمل لا ممكن تتعمل ممكن تعمل في التدريب لان خلي بالك اتكررت كذا مره انا عايز اجابتك جوه البوكس مش بره البوكس بره البوكس دي عايزه واحد يكون عالي جدا يعني تكنيكه عالي جدا ان هو يحطها هو بيوجه كوره كويس صح ده اللي انا عايز اقوله عشان كده احنا اختلفنا دي بطن رجله ولا العظمه اللي لا 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 عظمه ولا ساق هي بطن رجله ما نلفش وتدور العظمه هي بطن رجله قعدت لو انا قلت بالعظمه يبقى بالعظمه انا بقولك اهو انا بفهمك ولا عظمه ولا ساق تجيب الجول الثاني بالمره بعد كده بقى ان شاء الله تجيب الجول الثاني كمان كنا بنتكلم نرجع تاني خلاص قتلنا الجول ده قتلنا انا لسه ده هو هيقول جاب ايه لسه اهو طيب بص برضو التمركز الدفاعي بتاع نادي الاتحاد في كره ثابته نتفرج عليها لا انا عليها اعتقد ما كانش فيه الزحمه دي كلها نتفرج عليها في كل دي الاسامير ده الراجل بيحطها لوحده كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه هو كان فيه بس كله عين على الكوره عين على الكوره وثلاثه اخضر او اربعه اخضر مش موجودين مع حد في اربعه بره اللعبه يا شريف الكوره اللي جت حمدي فتحي اتنين من لعيبه الاهلي اتنين لعيبه بص اتنين لعيبه بص الراجل واقف فين لوحده
بص كم واحد من لعيبه الاهلي رايحين. بص واقف فين يا علاء الواحد ده؟ في ثلاثه وراهم. ثلاثه في ثلاثه وراهم. بص 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 المنظر انه كله بص على الكوره ومش شايف اللي هيجيب الجول اهو. سهله جدا زي ما عادي بيقول لك، ما كله عينه على الكوره. راح حمدي فتحي الاعلى او اللي شاف اكتر. كان ممسوك كمان. معلش يا كابتن علاء، ده كان ممسوك. طبيعي طبيعي ان حمدي فتحي يعمل ايه في الكوره دي؟ المفروض ان هو يعمل العرض. صعب قوي، صعب طبعا طبعا. كورتين صعبين جدا. بص كان تاني حمدي فتحي، بص وقفه حمدي فتحي ازاي، كانه مدافع نادي الاتحاد وشه كده. وده تاكتكس برضو الكورنر ده طبعا، خدوا بالكم ده برضو متدربين عليه نفس الشكل. وبرضو اخطاء، وبرضو اخطاء دفاعيه. بص على حمدي فتحي ده اللي انا هقوله. بص على حمدي فتحي بقى وشه ازاي. لا ارجع تاني، ممكن ارجع تاني لو سمحت لما الكوره جت لحسين. اوريك على حاجه حلوه كمان عملت الاتحاد الاربعه اللي برضو. كمل لو توصلوا كمان الخمسه اللي راحوا على حسين. لا لا لا، خلي حسين يلمس الكوره يعني اللمسه بتاعت حسين. ماشي كملها لحسين. امشي مش هرجع. امشي لحسين نمرة 14. ايوه كملها، خليه ياخد خطوه كمان. بص الخمسه اللي جايين دول. استنى كمان خطوه، يمشي بخطوه حسين بس. اوقفها بس. بص الخمسه اللي جايين. كمان بس اقف هنا بقى. قول لي الاربعه بتوع الاتحاد دول طالعين ليه؟ وفي واحد جاي من هنا. وبص يا كابتن شريف طالعين ليه؟ ولسه لعيبه الاهلي ولعيبه الاتحاد لسه موجودين في ال 18. طالعين، ويا ريت حد رايح لحسين. ده هما اللي هو ايه؟ احنا مهمتنا انتهت، الكره اتلمست. اه والله يلا يا رجاله نطلع. طالعين على مين؟ لو طلعين حسام حسن هيمسكهم بعد الماتش. مش طالعين على حد يا كابتن. انت فين؟ كملها سمير مفروض. انت كنت فين؟ بص 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 رايحين على فين؟ مفيش حد مقابل حسين حتى. انت عارف يا كابتن بيطلعوا ليه يا كابتن؟ عاوزين يطلعوا قال يعني بالاوفسايد. لا لا بس حرام يعني، هم ما بيبصوش خالص. انا بقول لك لازم نعترف ان ده تاكتكس 10 على 10. طب لا طب اقول لك حاجه يا كابتن، اقول لك الكورنر بتاع ماتش كام لاعب من النادي الاهلي على كام لاعب من الاتحاد في اخر اللعبه؟ الاهلي هاتها بقى 5-4. هاتها تاني كده، ارجع تاني. طيب هات خليها ماشيه. لحظه يا كابتن، لحظه ماشي. 4-5 امشي كمل 6 كمل. الاهلي 6 جوه. خليك كمل. 4 كمل 6 كمل كمل. اقف هنا بقى يا سمير. بص 5-4 ادي 1-2 في واحد 3-4-5 على كام؟ 4 دي. خد بالك تاني بتوع الاتحاد كلهم الاثنين دول مش ماسكين حد، واثنين فاضيين. يعني لو كانت اتعملت لطاهر او صلاح محسن جت قدام كده هدف. ايوه لو اتعملت بره هدف. ما كلهم يا كابتن، ما عشان كده بقول لك يا كابتن مهم جدا انك انت كمدرب، المهم ان انت تشوف قوه النادي اللي بيلعبك. زي موسيماني كويس عارف ضعف الاتحاد في الحته الثابته. انا متاكد تماما، اني لو جه عليهم فاولات بالشكل ده، وحسام حسن بيجي عليه فاولات بالشكل ده، بيدخل فيه جوان كتير. زي الفاينل بتاع المصري لو تفتكر اللي قال هاني، قاله احمد فتحي بعد ما دخل فيه. مين اللي جاب الجون التعادل؟ عمرو جمال. من كره ايه؟ ثابته. ليه؟ لانه التمركز مش محتاج حماس، التمركز محتاج تدريب وفكر، وتوقف لعيبتك مع اللعيبه الاخرى تفسد اللعبه. بس في حاجه ميزه عند مستر موسيماني ودي كنا مفتقدينها مع مستر فايلر، انه بيعمل حاجه الكرات الثابته. انه بيعمل حاجه الكرات الثابته ما كانش بيهتم بيها مستر فايلر. قول لي قول لي يا كابتن، انا يمكن بعشق انا الكرات الثابته اللي هي الجون الزمالك اللي جه الزمالك، لان الحمد لله اللعبه دي انا بعملها من 20 سنه مثلا. ايوه وجبت منها جوان في الدوري السعودي كتير، وجبت منها جوان للاهلي كتير. ايوه للفرق بتاعه النادي الاهلي كتير. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان انت بتقف بتتجمع، واللي بيقف قدامك ثابت. ايوه حتى لو انت عارف انا هجيب منك جون. ليه؟ لان تخيل انت الرقم يا كابتن شريف بتاع اللعيب اللي بيجري اللي هو الوثب الطويل، ولا من الثبات اللي هو الوثب من الثبات اللي جاي لك طويل. اللي جاي انا جاي الشادو اللي جاي بجري جامي الحركه حركه. ايوه ايه السولية عمل ايه في ماتش الزمالك؟ طلع بابسط حاجه وهو بيجري، طلع وجه لانه هينط اعلى من اللي واقف. انت تخيل انت قف ثابت، واحد جاي بيجري، اللي بيجري بينط والثابت بينط. انت لو انت اقصر، انا احيانا كنت بقول ايه هتعدد. لو بلاعيبه مدرسه كوره مع لاعيبه فلسطين وجم من بره جري، هيركبوا هيمسكوا الاول بلغه الكوره وهيلمسوا الاول. علشان كده موسيماني بيشتغل على الحاجات الجديده في الكوره. المنتخب الانجليزي بدا يعملها، العالم كله بدا يجمع علشان ينطلق الانطلاقه دي. انت هنا تفسد دي ازاي؟ المهم ما في حاجه
تقدر تفسد الوقفه دي الا المان تو مان من بره وتقعد تزنق فيهم ما تخليهمش وده بيحصل في بنالتي. ايوه دي بتحصل في بنالتي. الاهم من ده كله تركيز اللاعب اللي بيلعب وبينفذ التاكتكس بتاع المدرب. أيوه. الفكر الصح اللي هو قاعد وبينفذ فعلا اللي هو عمله في التمرين. صح. في ايه بقى؟ في 3 ايام بعد مباراه الزمالك منهم يومين ما تمرنوش. بالظبط. كويس. يعني في لاعب بيسمع الكلام، في مدرب بيدي تعليمات، في تنفيذ في الملعب، في نجاح. وخلي بالك هو أنا غلط. مستر موسيماني كمان في ميزه بيعتمد كمان مع الملعب على المحاضرات كتير، واللاعب واللاعب عنده استيعاب كتير جدا. ممكن يكون عادل اللاعب عنده استيعاب، عنده استيعاب اللاعب، عادل بيدي تعليمات. عندك اللاعب اللي بيستيعب عنده استيعاب يستوعب اللي انت بتقوله، مش باخد منك وما بنفذش. بص يا كابتن، يعني اللاعب اللاعب دايما بيبقى عنده حته من التمرد على القرار. ده اي لاعب في العالم كده، اللي هو طول الوقت يقول لك ايه، طول الوقت يقول لك انا مش هعمل اللي المدرب بيقوله 100%. انا فين من الحكايه؟ حلو. المدرب هنا بيقرر، هنا موسيماني عنده دقوق جدا لدرجه ان هم عاوزين ينفذوا له. كابتن علاء فاكر الكره اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بعديها، عاوزين ينفذوا التكتيك بتاعه اللي هو الجون اللي قال عليه زي ما هو قايل، زي ما هو قايل تاني. هم بتوع الاتحاد فهموها وجريوا عليها وبوظوها له تاني مره. لا مش اتبسط وحش، وحش. هي عشان كده. وفي حاجه انا عايز اقول لك عليها تاني. اه كابتن، ده ماتش ماتش الكاس مع المصري اهو، ده الماتش اهو. بص برضو نفس الكلام، نفس الكلام، حماس بس في الوقفه بتاعتهم. مفيش حاجه اسمها تمركز، مفيش حاجه اسمها تمرين على الحاجات دي. اللي بيجي من الخلف، اللي بيجي من الخلف من السرعه بس يا كابتن. احيانا اهو بص بص كل واقف ازاي، الوقفه غلط اصلا. الوقفه بص الوقفه دي كارثه من كوارث الكوره انك تقف بالشكل ده. تمام. لكن انا اقول لك حاجه، اي فرقه حسام مثلا، انا شفت فرقه وحتى سموحه لما كان ماسك، اي كوره بتيجي عليه ثابته لانه مفيش الحته بتاعت الوقفه الصح اللي هي التدريبيه دي. دي مهمه جدا. عادي صعبه قوي. عادي عايزين الجول الثاني يا سمير لو واي فينس. احنا شمال افريقيا فضلوا يلعبونا بالطريقه دي ويجيبوا فينا جوال بهذا الشكل، الى ان احنا ايقنا بقى ان الحكايه لا، لازم يبقى فيه وقفه ثانيه، لازم يبقى فيه تدريب يا كابتن. اه لازم يبقى فيه. هم بيشعلقوا كره عاليه جدا. النادي الاهلي جه فيه كام جون السنه دي من كره ثابته؟ النادي الاهلي جه كام جون فيه من كره ثابته؟ ده امتى؟ الفتره اللي فاتت دي. انا كورنر او فاول؟ لا عدد قليل بس. لا مع مستر فايرك كتير، مع مستر فايرك لا. انا بكلمك على الفتره بتاعت موسيماني. قليل جدا، قليل جدا. عارف ليه؟ انه بيهتم بالكور الثابته دفاعيه والكور الثابته هجوميه. اوعى تفتكر ان اي مدرب ذكي يشتغل على الهجومي اكتر من الدفاعي، لان الدفاعي انا لو اشتغلت 10 دفاعي اشتغل 5 هجومي، لو اشتغلت 10 هجومي اشتغل 20 دفاعي. عارف ليه؟ لانك انت لما يدخل فيك جون من كره ثابته في دي لعبه ميته تعتبر، لما يدخل فيك جون مش هجمه. بس ما شاء الله برضو عادل، عايز اقول لك حاجه، انت عندك حارس زي محمد الشناوي قاري من ورا وقاري منطقه السته دي كويس قوي، وبيمنع حاجات زي دي بتبقى غصب عن الديفنس بتاعك ان اللي جاي من الخلف سماتش دي، هو الراجل بيشيل برضو الحاجات دي وبيبقى مطمن وبطوله وواخد الكره دي كمان بتشيل من عندك كل بس اللي هو كمان خلي بالك يا كابتن شريف، المستر موسيماني مهتم جدا بالنواحي الدفاعيه بالتامين ده والتمركز الدفاعي الجيد بهذا التامين. بالظبط. هو بيهتم كمان بعلم الحركه بتاع اللعب، حتى لما بتشوفه بيتكلم مع اللعيبه بيتكلم معاهم بحركات لجانب. يعني النهارده مثلا كره كهربا ما حدش يمكن خد باله منها. اللي هو قال لكهربا العبها من وراه واجري، فقلده في الجاريه ان هو بيجري الجاريه اللي هي الايه الفاتحه رجله. حتى لو سمير يقدر يجيبها لنا، اللي هي في اخر الماتش كهربا بيحطها من ورا اللعيب فاتقطعت منه خلاص، دي في اخر ثانيه يا سمير لو تقدر تجيبها. شوف موسيماني بره عمل ايه. موسيماني بره هو بيتكلم بيشرح للناس وبيشرح للحواليه بيقول لهم ان المفترض انه يحطها كده ويجري ويبقى عنده سرعات في الجري. قرار اللاعب بقى عادل، عادل هنشوفها دي. قرار اللاعب في الحاله دي يجيبها تبقى كويسه قوي. قرار اللاعب في الحاله دي هو يفكر ازاي ويجري. كابتن علاء، الشوط الثاني تحسن اداء خط نص الملعب بتاع النادي الاهلي كتير، وشفنا مسانده دفاعيه وهجوميه من عمرو السوليه وحمدي فتحي بالذات. انا بقول لك ايما بتكلم في بدايه الكلام ان حصل تقدم له قدام شويه وفي حركه، بقى في حريه حركه للاثنين وفي سرعه. دايما كان الشوط الاول كل اللعب بالعرض. حتى حمدي فتحي الشوط الاول كان ادى شوط سيء
بدون مجاملات، مش كويس، مش حمدي، عمرو على فترات. يعني الهدف اللي احنا بنشرحه بالظبط اللي جه في النادي الاهلي، هتلاقي عمرو، هتلاقي السوليه، وهتلاقي حمدي، الاثنين مفيش في وجيرالدو وجيرالدو في كلهم متجمعين في نفس المكان اللي فيه كوره، وده غلط. ما ينفعش الاثنين الارتكاز على نص ملعبك في نفس المكان. صح. لو واحد واحد ما كانش كل ده حصل اساسا. مزبوط. لكن هما الاثنين رايحين على الكوره. الشوط الثاني زي ما بقول لك يا ايمن، حريه حركه للاثنين بمساعده علي معلول، ان كل لعبه كان للداخل، وده اديت له حريه اكتر كمان وزياده عاديه في نص الملعب. بص يا ايمن، انت عايز يبقى ليك تمسك المباراه زي ما بيقولوا، امتلك نص ملعبك. صح. خصوصا من الناحيه الهجوميه. دفاعيا ممكن ما فيش مشكله، تعرف تدافع. اي حد ممكن تعلمه ازاي يدافع، لكن هات اي حد علمه ازاي يهاجم وعنده حته هجوميه، دي صعب. عشان كده دايما لعيب الوسط المهاجم حاجه نادره، ما تلاقيش كتير ابدا. واللي بيبقى يعني اهي كره كهربا بيتكلم، كمل عادي. اللي انا بقول لك عليه، على بره. بص موسيماني هيعمل ايه، بص موسيماني. ايوه بص موسيماني بيعمل ايه، يعني بيقول لك ايه. بص يا كابتن، حتى بيتكلم معاه تاني. هات تاني يا سمير. بص موسيماني بيتكلم، حد عايز سبورت ليه. لا يا كابتن، لا لا لا، هو بيتكلم على كهربا، هو بيتكلم على كهربا، هو بيقول له بص من وراه ويجري اهو، حطها في الحته، ايوه حطها في الفاضي واجري من وراه. بص يا كابتن، هو بيقول له ايه، هو بيقول انه اختار المكان الغلط، انه يلعب الكره في المكان الغلط. هو كان عايز يحطه على بره، هو اختار القرار على بره، القرار الغلط، وعاوز وعاوز بس يشوف مدرب دايما بيعمل ايه. عنده حته حاضر. الحته الحركيه دي هي مهمه عند موسيماني. موسيماني فكره كله، حتى لو انت بتتفرج على سان داونز معاه. بص بقى هو قصده، بص هيشاور ازاي، لعبها من حته ويجري من وراه. وبص لا، وحركه رجله كمان، يعني وش رجله من وراه ويلف. هو هقول لك حاجه، هو دايما بيعمل كده. فاكر ابو جيل الاسمدي لما الجول جه في النادي الاهلي؟ الوقفه برضه. أيوة على الوقفه. أيوة. هو اتكلم عن الوقفه، وواضح ان هو زي ما كان شريف او عادل بيتكلم. صح. ما بيسيبش اي حاجه بتحصل في مباراه غير بيعلق عليها، يا اما اثناء المباراه او اكيد في محاضرات بيعملها كتير جدا، ودي واضحه على اللعيبه في الملعب، لان مش كل حاجه بتعملها في الملعب واضحه عليها في الملعب. واضح ان بيتكلم نظري كتير قوي كمان، محاضرات كتير. مظبوط. كتير جدا كمان، اصل في الملعب ممكن. صح. وبعدين لما بتخرج الملعب ايمن ممكن تنسى. تنسى، لكن عملي ونظري زي ما بنقول المعلومه تثبت موجوده في دماغ اللاعب. زناني على قوي في العمل، على فكره شريف، التمرين زناني. كل مدربين العالم الناجحين بيحبوا الحته دي، دقوبين جدا وتفاصيل ما بيملش. الكابتن محمود الجوهري كان كابتن جوهري كان بعظمته دي. أيوة اللي كان بيديله الحته دي تفاصيل صغيره قوي، كان شريف كان بيشتغل عليها. كابتن جوهري بسرعه كده، واحنا في المنتخب كان بيفرجنا على مباراه كامله تصوير بطيء. والله العظيم بحياه ربنا. وبعدين بعد ما نخلصها يقول لك طب يا رجاله بقى ناخد شاي قاعد معانا ونتفرج بقى بالطبيعه سريع. يعني كابتن جوهري كان دايما يقول لك، كابتن جوهري يعني حياته كلها بالظبط على ايام طبعا الفيديو مش دلوقتي، الفيديو وفنجان القهوه وبيتفرج ويجي تاني يوم. هو ده اللي هو ده عايز ينجح عشان الراجل ده مستر موسيماني. واضح ان هو مش مع النادي الاهلي بس، على فكره هي واضح ان هي طبيعه فيه. بيحب كده، هو بيحب مدربين كده. كانت مدرسه. بص يا عاد، ايوه مدرسه وخصوصا ما تحب. بيتكلم في نقطه مهمه قوي، بتحب حاجه، حب الحاجه الاول هتعملها. وانت برافو عليك جدا، حب الحاجه. مش لازم تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه اللي هو هتقضي واجب، زي الهدف، زي الجول اللي احنا جبناه في المصري. لعيبه المصري بتادي واجب. لكن انت لما تحب الحاجه وتبقى خايف عليها قوي، هو ده اللي بيفرق. وده ياكد كلامك ليه بقى؟ انت جاي في ماتشين وماتشين تقال. دي 88. لا لا لا، غير كده. فيه. انت جايب ثلاث جوال من كورسا. بالظبط. سوليه يعني ماتش الزمالك وجولين النهارده. شريف كان بيتكلم بيقول لك ايه؟ ما الاهداف بتيجي من ايه؟ غلطه. صح. كوره ثابته. على تركيز. مهاره لاعب هو اللي بيعمل لك الفارق. لكن كل ده موجود في فرقتك الحمد لله. بس كل ده بس واضح انهم مدربين عليه. بس مش شغل مدير فني. بص يا ايمن، هات احسن لعيبه في العالم ونزلوه في الملعب كده هيلعبوا. لكن لعب عادي. لكن لازم يبقى في حد طبعا يقود الشكل كله من بره. اسهل حاجه هي يا كابتن في انك تاخد كاس عالم او تاخد ثلاثه بون كور ثابته. ايوه طبعا. 90 سنه 90 كاس العالم انتهى ببنالتي بريمي. اصعب حاجه كمان يا عادل، المانيا قبليها يا كابتن، اصعب حاجه ان لاعب زي قفشه يجيب كوره زي دي بوش رجله.
لا بالعظمه بالعظمه كابتن ايمن معلش عايز في حاله في الدقيقه 29 كنت عاوزها لو سمحت الدقيقه 29 لو نقدر نجيب حاله في الدقيقه 29 كان كابتن هاني عايزها خلاص دفع اعترف ولكن قرار لسه عندها ولكن عايز اقول حاجه هو في طبعا بالنسبه صلاح ايه فاروق عشان نشوف قفش فاروق صلاح لما يخش لنا فاروق صلاح هنتكلم على الاهداف طبعا محمد مجدي قفش في الدقيقه 72 حمدي فتحي في الدقيقه 88 ورزاق سيسيه في الدقيقه 35 التغييرات نتكلم عن التغييرات طاهر محمد طاهر مكان جيرالدو في الدقيقه 46 اعتقد ان ده تغيير موافق وفي التوقيت صح انا ولا مين هو صلاح لا خلي هاني هو صلاح محسن فعلا طبعا التغييرين دول في الوقت ده قلنا من بدايه الشوط الثاني لازم يغير هو فعلا غير وقلنا بالاسماء كمان بالظبط صلاح محسن بدل مروان محسن في الدقيقه 46 رامي ربيعه بدل قفشه في الدقيقه 93 وده كان تغيير يعني تضييع وقت وبيتعلق بس يعني ايه عايز بص على تغييرات الاتحاد السكندري ده بيدل على الكابتن عادل قاله ان الكابتن حسام حسن فعلا كان نازل الشوط الثاني عايز يدفع بحت يعني لو جيت بص محمود رزق ده اصلا سيرد باك نزل مكان كريم يحيى اللي هو الباك رايت تمام عبد الغني ده ديفندر وفي تغييرات ثلاث تغييرات دفعه واحده بس لحظه واحده انت بتقول محمود رزق اصلا سيرد باك بدل كريم يحيى تمام اللي هو اصلا باك رايت تمام تقريبا كده تقريبا بالنسبه للاعب اللي هو اللاعب داميون لوي ده تقريبا لاعب باك رايت تقريبا بعد خلي بالك ايوه بعد جول ده كان طرف ناحيه ده بعد الدقيقه 73 ده بعد جول قفشه على طول ايوه بالظبط ده بعد جول قفشه على طول وعبد الغني نزل بدل عمار عبد الغني نزل بدل عمار في الدقيقه 83 لعب بثلاثه وشال الباك رايت ونزل واحد من نص الملعب اللي هو مانجا لعب في ناحيه اليمين تمام هو حسابها عامه يعني هو نازل بيدافع هو حسام حسابها بعد هدف التعادل خلاص حسبه تجاري شويه انا عايز اوصل هدافي اوصل لحد ضربات الجزاء عايز امد ضربات الجزاء لان بص هيجي عليك وقت مهما تكون مركز وانك بتدافع كويس وكده بس الفروقات الفرديه هتفرق في فرقه ثانيه يعني هو الهدف اللي جابه النادي الاهلي ايه مهاره فرديه محمد مجدي ايوه وفاول متربين عليه لكن مهاره فرديه الكره اتعملت حمدي فتحي وكلنا متفقين ودايما بيجي ضربات الراس فهو حسام حسبها اصل كل مدير فني بيحسب على سير مباراه انت مالك ممكن تحسبها تقول لا انا هلعب عادي ما عنديش مشكله هو حسام بعد هدف التعادل قال لك الاهلي اكيد مش هيوصل غير الهدف الثاني هو دي طبيعه النادي الاهلي ممكن يكون حسبها بطريقه ثانيه يا كابتن علاء برضه ان يقول لك ايه النادي الاهلي لعب ماتش جامد جدا من ثلاث ايام ان انا اكمل معاه الماتش واوصله لحد الشوط الثالث والشوط الرابع بدنيا وذهنيا وعصبيا هيقع شويه هو عمل كل التغييرات كلها دفاعيه ليه ما انت ايمن بدنيا انت هتتعب انت بتدافع بتجري ورا الكوره فهو حسبها كده على فكره هو صح انا ما كنتش حسام ممكن اعمل كده اي حد مدرب انت عارف مكانه بيلعب النادي الاهلي اتفضل شريف هو الاتحاد بدنيا تعب طبعا انت بتقول لي بدنيا يقدر يضغط على الاهلي طب بيعملوا لونج باس ما بيعملوا لونج باس خلاص هو خلاص هو عايز يطلب الكوره هو عايز يضيع وقت يا شيخ عايز يطلب الكوره غير انه يمد الماتش بقى هيمد ايمن بالتغييرات اللي عملها ناس بتدافع كويس قوي وابدا يعني بص يعني انا طبعا اتكلمنا عنه كتير قوي لكن دي مهاره لاعب يعني لو واحد غير محمد مجدي بالمهاره والتحكم الممتاز ده في السماء مش هحطها تطلع في السماء زي ما الشيف بيقول لكن هي في الاخر مهاره لاعب فرقت معاك هو دايما هو ده النادي الاهلي لما الامور تتازم قوي تلاقي مهاره لاعب فرقت معاك وبيعملها من ايام ما كان في بيراميدز ده على طول بيعملها في إيه؟ مش في النادي الاهلي بس هيقفشها بطل كمان كده وفي انبي على طول عنده الملكه دي في التصويب الدقيق عندنا يعني. ارقام محمد مجدي قفشه هنتكلم على ارقام عندنا دلوقتي محمد مجدي قفشه جاب جول تمريراته الصحيحه 35 من 37 دي نسبه عاليه جدا نسبه تمريراته الصحيحه النهارده 95% مين معاه بقى كده مين معاه مجدي قفشه برده بنفس الحالات دي حمدي فتحي هنشوف ارقامه ولكن بعد الفاصل بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحدوث عن والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. تحياتي للكابتن ايمن منورنا كالعاده. الحمد لله تحياتي لحضرتك وتحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب كابتن علاء عبد الرحمن والكابتن هاني العجازي نورنا كابتن تحياتي لكل الساده طبعا المشاهدين في البدايه مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. استاذنك بس قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك دلوقتي عندنا كنا بنقول قبل الفاصل قفشه وحمدي فتحي الاثنين تقريبا من نجوم المباراه نسبه تمريراتهم هنا 95% و95% ولو عايزين نختار نجم للمباراه النهارده
قفشه ولا حمدي فتحي؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه. كابتن علاء؟ محمد مجدي. كابتن عادل؟ قفشه. كابتن هاني؟ قفشه. يبقى قفشه هو نجم المباراه اليوم. ونرجع لك تاني يا كابتن نصر. تمام يا كابتن ايمن، بنقول طيب مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الاتحاد. مباراه طبعا الكل استمتع بيها، مباراه واداء لاعبين حاجه جميله جدا. نتمنى ان شاء الله باذن الله الكره المصريه في تقدم في الفتره اللي جايه. النهارده كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على المباراه بنقول هل درجه صعوبه المباراه هل هي كانت صعبه ولا متوسطه ولا سهله؟ تمام كابتن شريف، دي مهمه جدا احنا كحكام وكمقيمين لما نيجي نقيم الحكم بنشوف المباراه كانت صعبه ولا متوسطه الصعوبه ولا كانت سهله. فانا من خلال تقييم المباراه النهارده ومشاهدتي ليها، هذه المباراه تعتبر صعبه على سلم الترتيب. النادي الاهلي عاوز يوصل النهائي، النادي الاتحاد عنده نفس الهدف. نتكلم في الاحداث والاختبارات التحكيميه كابتن عادل اللي مر بيها طاقم التحكيم، دي برضك بتصعب من المباراه. بنتكلم في النتيجه بتبقى ماشيه 1-1 2-1، دي كمان بتبقى فيها صعوبه اكتر. النهارده هذه المباراه بتندرج تحت درجه الصعوبه العاليه. كان طاقم التحكيم اللي موجود النهارده محمد معروف الحكم الدولي، حكم من الحكام الواعدين الصاعدين، كان معاه على الخطوط الحكم المساعد الدولي المونديالي كان محمود ابو الرجال، المساعد رقم 2 كان سمير جمال. الحقيقه طبعا كانوا النهارده طاقم التحكيم بالكامل خاصه المساعدين كانوا امتياز. وعندنا الحكم الرابع طبعا كابتن عبيد السيد من منطقه الجيزه. ونروح لغرفه الفار، حكم الصاعد الواعد الدولي محمود السوقي، وكان معاه محمد يوسف من منطقه الغربيه. طاقم التحكيم بالكامل كابتن عادل، بنقول الفار وطاقم التحكيم في الهوم فيلد هم طاقم تحكيم واحد. يعني هنا لما في تعاون ما بنقولش الفار لوحده والحكام لوحديها، لا، الفار النهارده بيكمل الحكام والحكام بتكمل الفار. هنشوف خلال الحالات التعاون اللي حصل ما بين الفار والحكم المباراه محمد معروف، ونشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده. هنروح لاول حاله عندنا ونشوف هنا في تعاون. التعاون هنا بيجي من المساعد رقم 2 سمير جمال، اللي الحقيقه النهارده عمل مباراه كابتن علاء مباراه رائعه خاصه في الهدف الثاني للنادي الاهلي. هنا بنشوف المخالفه هنا وبنشوف التكنيك الرايه للحكم المساعد سمير جمال. هرجع بس اللايف عشان اجيب سمير جمال وهو بيساعد الحكم في التعاون ما بين الحكم في الاخطاء القريبه كابتن شريف. تمام، هنا التكنيك بالايد الشمال والمخالفه، وده اللي احنا بنقوله دايما لمساعدينا انك انت تتعاون في لما يكون الحدث قريب منك. شوف هذه المخالفه هل تستحق بطاقه حمراء ولا بطاقه صفراء؟ نروح للاعاده بتاعتها ونشوف لو عندنا الاعاده. نشوف هنا يمكن من خلال اللقطه الاولى ديت مش هتبان، نشوف اللقطه اللي جايه. وده احنا بنقيم كابتن العقوبات الانضباطيه، هل في هنا استخدام قوه زايده ولا لا؟ مش هنا. اوكي، نمشي 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 نمشي، دي اخرها. يعني عاوز اقول ان هنا الخطا هنا بردك مش استخدام قوه زايده، ولكن هنا بنقول تهور والقرار قرار صحيح للحكم. نمر على الحاله اللي بعد كده ونشوف. ستوب، هذا اللاعب يا كابتن شريف، اللاعب هنا في موقف ايه؟ متى يعاقب؟ حاله التدخل. برافو كابتن ايمن، انا ما اقدرش كحكم مساعد ارفع عليه وهو في هذا المكان، ولكن برفع عليه امتى؟ لما يتداخل في اللعب. طول ما هو في موقف تسلل، الوقوف في موقف تسلل ليست عقوبه. صح. تمام، ولكن امتى انا بعاقب اللاعب؟ لما يبتدي يتحرك، يتداخل في اللعب، يتدخل مع اللاعب المنافس. وهنا كان الحكم مساعد ايه؟ هنا ساب، هنمشي هنمشي لما حس ان اللاعب اللي كان في موقف تسلل يتداخل مع اللاعب. هنا اشار بالرايه سمير جمال، دي تاني حاله عنده، حاله تعاون، والحاله الثانيه كان امتياز في قرار التسلل. نمر ونروح نشوف الحاله اللي بعد كده، وحاله من الحالات المهمه جدا ايضا. انا هنا يمكن هنا هنشوف في المخالفه كابتن، هل هنا في مخالفه كابتن هاني؟ مخالفه طبعا. نركز هنا ونشوف من الذي نجح في لعب الكوره. ديفندر. لا، ارجع تاني. هنا الحذاء هنا باين يا كابتن، واضح جدا حسين اللي وقفها. حسين الشحات لعب، نجح في لعب الكوره. لا بس قبل وبعد كده احنا قلنا اللي بينجح في لعب الكوره
اي حاجه بتتعمل من المدافع بعد كده تاكلينج بتبقى فيه مخالفه. هذه المخالفه يمكن كانت في بدايه المباراه محمد يمكن كان بعيد شويه ما قدرش يوصل للتفاصيل، ولكن انا شايف ان هنا لو مشينا اللعب تاني وشفنا الاعاده اللي جايه. طب والفار ايه؟ هنا احنا قلنا الفار تدخل في ركله الجزاء او في الهدف او في التسلل، ولكن الاخطاء اللي هي خارج دي مش بتاعت الفار يا كابتن ناشئ. هنا خطا كان يجب احتسابه على حدود منطقه الجزاء يا كابتن ايمن، لكن طبعا زي ما قلنا الاخطاء التحكيميه وارده، واحنا لازم كحكام احنا نوصل للتفاصيل مهمه جدا. هنا الكره دي ارتدت ودخلت علينا جول الناحيه الثانيه بفاول مبسوط زي ده كده، الفار مش هيدخل يقول ان كان في فاول نص ملعب حاجه زي كده؟ تمام، احنا قلنا يا كابتن شريف الفار بيتدخل في حاله هدف او مش هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، بطاقه حمراء مباشره او الهويه المفقوده. لما يجي هدف من مخالفه يسبقه مخالفه زي ما حضرتك قلت كده الفار يتدخل، ولكن دي هذه المخالفه كانت خارج منطقه الجزاء وبالتالي هنا الفار ليس له تدخل. هنا في مخالفه لم تحتسب على حدود منطقه الجزاء ويمكن التفاصيل ما كانتش موجوده عند حكم المباراه. نروح للحاله اللي بعد كده. ايضا حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف هل هنا بنتكلم على التسلل من عدمه يا كابتن علاء. لو جبنا الكاميرا اللي هي الجانبيه ونشوف هنا لحظه التمرير، نرجع بقى تاني كده ونشوف لحظه التمرير وموقف اللاعب. ما فيهاش تسلل هنا يا كابتن. لحظه التمرير ده هنا ولا هنا ولا هنا. تمام يا كابتن؟ مفيش. شوف حتى هو كمان اللاينز مان واقف خطوتين قدام يا كابتن. تمام يا كابتن ايمن الخط. تمام احنا قلنا كابتن ايمن عشان نجيب القرار كابتن هاني صح، الحكم مساعد يبقى عنده حاجتين، التمركز الصحيح صح والربط والتركيز لحظه التمرير وموقف الايه التسلل. اوكي نشوف هنا طبعا يمكن خطوه قدام كابتن ايمن او خطوه ورا ممكن تفقد الحكم الربط لحظه اللعب، وبالتالي هنا شايف ان هنا كان يجب الاستمرار اللعب. حضرتك رجال حكم من الحكام كبار جدا جدا، يمكن انا بقول ان هو تميز كتير في مباريات كتيره، يمكن دي يمكن اول حاله في هذا الموسم. دي لو جت جول كان ممكن يرجع للفار يا كابتن. بالظبط كده طبعا. هنا بنتكلم بقى يا كابتن ايه، هنا هو محمود هنا كمان احتفظ بالقرار شويه. طيب ولو جت جون وهو رفع على تسلل بنقف نستنى الفار يا كابتن شريف. بنقف نستنى ايه الفار اللي حصل الفار. في الاوفسايد اللي كان واضح جدا بالظبط كده، والفار طبعا احنا قلنا الحقيقه المكانيه اللي هي ايه الخطوط صح. فهنا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا جدا، الصعبه جدا والصعبه جدا جدا، وهقول الصعبه وهنا ده كان دور الفار يا كابتن شريف. هنشوف الاول الحاله من هنا، تقدرش تقول ان في المخالفه هل هي من جوه هل هي من بره، حكم كمان في الملعب يا كابتن عادل صعبه جدا صعبه جدا 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 انك انت الخط ده كمان ما تقدرش انت كحكم الا لما كنت واقف قصاده بالظبط عشان تقدر تحدد هل المخالفه جوه ولا بره. طيب هو هنا محمد معروف طبعا هنمشي الحاله، هو هنا احتسب ركله جزاء صح. تمام، واحنا قلنا دي الحقيقه المكانيه. يعني ايه الحقيقه المكانيه؟ احنا قلنا ركله الجزاء لما تيجي تحسب الفار يتدخل، هل يسبقها مخالفه، هل هي من خارج منطقه الجزاء ولا من داخل منطقه الجزاء، ده دور الفار يا كابتن شريف. انا ممكن استاذنك في حاجه؟ اتفضل. انا بتفرج على الكوره دلوقتي سيسي وهو بيعدي بياخد، كان حمدي فتحي اللي معاه ولا ايمن اشرف؟ كان ايمن اشرف. بياخد ايمن اشرف بدراعه تمام كويس وبينزل بيه يعني تمام. كمان وهنا بيطالب هو بضرب الجزاء او بيطالب بمخالفه. فحضرتك لما بنتكلم في المخالفه دي هو راح واخد الماكسيمم مدي بص بص ايده عامله ازاي. تمام تمام، بياخد الراجل بايده عشان يعدي من الكوره، ودي مخالفه بالنسبه لي انا كمشاهد. بالظبط كويس بالظبط. فهنا هو بيدي ديزيشن بينالتي. يعني هنا بقى الحاجات اللي الواحد بيبقى قاعد بيتفرج عليها وما بياخدش باله من سرعه الحركه وكده، ان في فاول اصلا مقصود ومعمول على الاحمر مش للاخضر. تمام يا كابتن شريف، احنا بنتكلم في التفاصيل يا كابتن ايمن، واحنا قلنا دايما الحكام يا كابتن هاني من فضلك انت كحكم تبحث عن التفاصيل وما تاخدش بالشكل. بالشكل اكيد في خدعه هنا، هيبقى مره ليك ومره عليك، ولكن التفاصيل هتعرف في التفاصيل دي. عموما هي حاله من الحالات الصعبه، الخط يعني كان صعب الحكم هو معروف حسب من جوه. هنا الفار يتدخل يا كابتن ايمن لان دي حقيقه مكانيه.
الفار يتدخل. لما راح للفار طبعا هو ما قدرش يستأنف ركله جزاء الا ما ياخد الكونفيرم بتاع ايه كويس بتاع الفار. هنا الفار عمل كونفيرم وقال له لا ارجع كويس. المخالفه هنا كانت من بره. وقلنا حتى هنا لو في هنا ليا سؤال بقى كابتن بعد اذن حضرتك. اتفضل. القرار اللي خده في الاول هو مقتنع بيه ضربه جزاء تمام كويس تمام حلو. لما سال الفار الفار قال له هي مش ضربه جزاء هي من بره ليه ما راحش. كويس قوي. ليه ما راحش بقى للفار برافو. وبص عليها برافو. من بره برافو برافو ليه اعتمد هنا ممتاز. اعتماد كلي بنسبه 100% على الفار. ممتاز سؤال ممتاز هرد على حضرتك كابتن. احنا قلنا الحقيقه المكانيه دي مش بتاعت الحكم يعني ايه طب كره عبرت خط المرمى ودخلت الملعب كويس والمساعد اشار باستمرار اللعب مين اللي يقول الكلام ده ايوه خلاص الحكم المساعد ردت عدت عليه بالظبط يبقى الفار هو اللي بيشوف الحقيقه المكانيه يا كابتن اللي هي داخل منطقه الجزاء خارج منطقه الجزاء التسلل ما دي حقيقه مكانيه الحكم ما بيروحش يشوف تسلل ولا من عدمه وبالتالي هنا الفار تدخله كان صحيح قالوا الواقعه خارج منطقه الجزاء هو دور الفار ايوه هو ده كان دور الفار أيوه. اعتقد محمود السوقي النهارده نجح بشكل كبير كابتن عاصم الحاج تمام كابتن عاصم محدش يا جماعه محدش يعني شاف الحاله دي قبل كده محدش يعني. راموس لا ايمن اشرف وبن شرق الماتش اللي فات في 18 نفس الكره بالظبط بس كانت جوه 18 يعني انت موافقني في ان هو واخده بدراعه بالظبط هو كابتن احنا بنتكلم في كسب بقى من بينالتي يعملها بنتكلم كابتن هاني بنتكلم في المخالفه هل هي من خارج ولا من داخل خارج ولا تمام لا قصدي الموقف انا بحيي كابتن عادل الفار ليه لو النهارده الفار مش موجود كابتن علاء الحكم حسب ركله جزاء محدش هيراجعه خلاص هو ده القرار وبالتالي هنا تحيه من الاستوديو هنا محمود السوقي ومحمد يوسف اللي هم كانوا على الفار حقيقة كانوا مركزين جدا جدا حاله من الحالات المهمه صعب. اللي احنا بنقول بتحقق العداله التحكيميه في المباريات نروح للحاله اللي بعد كده كابتن سمير دي مهمه هنا شوف التكنيك هنا برضك هرجع لسمير جمال يعني بصراحه النهارده كان امتياز حكم مساعد رقم 2 معلش ترجع لي كده تاني شوف هنا كابتن هنا بص التكنيك اولا هو رفع بيده اليمين كابتن ايمن هذا كنت حكم طبعا واشار ناحيه الخطا وبالتالي هنا طبعا ادى المخالفه ايوه وايده اليمين هو كان قريب بايده اليمين عشان يدي كمان اتجاه. الاتجاه وحاطط ايده على جيبه يا كابتن بالظبط هو حط ايده على جيبه عشان يطلع له كارت انا بحييك طبعا يطلع له عشان يدي الحكم ان دي فيها تقصير مظبوط ده التعاون يا كابتن اللي احنا بنتكلم فيها كابتن هاني صح. ان الحكم مش هياخد كل حاجه وانت كحكم مساعد لما بتشوف حاجه عندك بتستاهل البطاقه الحمراء او العقوبه الانضباطيه اداله المخالفه وقال له كمان في ايه في الانذار هنا طبعا انا بحيي سمير جمال على هذه اللعبه ودي لعبه من العاب التعاون النموذج ما بين الحكم والحكم المساعد كتير في الملعب يقول لك ان دي كابتن ايمن هنا فيها بطاقه حمراء انت معايا نشوف هنا اللعبه الرجل لما بتروح والرجل تبقى في الهواء غير لما تكون ثابته على الارض كابتن ايمن ايوه ثابته على الارض بتبقى القوه والسرعه جامده دي كسر لما بتبقى متعلقه القوه بتخف والسرعه بتخف وبالتالي هنا شايف ان التهور وانذار تستحق البطاقه الصفراء وهمشي مع قرار محمد معروف بس نروح للحاله دي تهور يا كابتن او تعمد ايذاء لا احنا قلنا كابتن هنا ايه اللي خفف من وطئه اللعبه ايه ان الرجل هنا مش ثابته كابتن ايمن مش ثابته على الارض بتبقى القوه والسرعه بتبقى اكتر من هي اللعبه كابتن انت بص رجل متمجحه بص على رجله الشمال كابتن انا معاك احنا بنتكلم في السيفيرتي الفاولز شده المخالفه انت معايا كابتن هاني هنا لو الرجل هنا ثابته ورجلي دي رايحه انا همشي معاك اللي هي كارت احمر بتختلف من مباشر احنا عندنا درجه العقوبه الانضباطيه توقف على ايه قوه والسرعه والاندفاع اللاعب جاي من مسافه الرجل رايحه في منطقه مش محميه الرجل كانت ثابته على الارض غير الرجل بتكون متمرجحه وبالتالي هنا في حاجه هنا يا كابتن في حاجه هنا يا كابتن معلش بعد اذن حضرتك احنا شفنا قبل كده وقعه لديانج في كره شبه دي بالظبط طرد اطرد فيها تمام ماتش الجونه تمام انا معاك بنفس الاسلوب معاك هنا كابتن احنا بنتكلم فين في تقدير المخالفه من ناحيه شده المخالفه من ناحيه شده المخالفه ويمكن هنا الفار هنا لو كان شايف الفار ان هي تستحق البطاقه الحمراء او احتمال البطاقه الحمراء كان يجب عليه ان هو في الكومنيكيشن يستدعي هو اداله انذار هنا انا بدي هنا انا بدي هنا اقصى درجات التهور وتقريبا هنمشي مش هنختلف معاه فيها زي ما قلت انا قناعاتي في اللعبه ان الرجل مش على الارض ومش ثابته كابتن ايمن وان القوه ما كانتش قوي ولا السرعه كانت قوي نمر ونروح للحاله اللي بعد كده انا مثيره للجدل دي بقى شوف الحاله الجدليه يمكن الحاله ديت كتير من الناس قالوا ان هي
مش شكل الركنيه يا كابتن نعيم. صح. طيب احنا بنقول اخر من لمس اللعبه نشوف مين هو اخر من لبس اللعبه من خلال اللقطه اللي جايه مهمه جدا. وهنشوف هنا ادي هنا ادي الرجل اليمين هي ده اخر من لمس اللعبه. وهنشوف تاني الزوم اللي معمول هنا هنا القرار وحتى صحيح. لا ما اعترضش يا كابتن نصر اطلاقا. لا ما اعترضش خالص. عارف انت دايما قلت حاجه مهمه جدا. ما فيش اي اعتراض خالص يعني طبيعتنا احنا لو انا مش لامسها هتعصب وكده. بالظبط. هو وعلي بياخد الكوره في اللقطه دي ما فيش اعتراض خالص. بالظبط. هو اللاعب عنده القناعات ان هو اخر من لمس الكوره وبالتالي ما اعترضش. يعني بص علي هو هنا الكوره خلاص. هو هنا البعض قد يعتقد ان الكره ما لمستش المدافع ولكن هنا اخر من لمس الكره هو المدافع لعلي هنا السبرنت اللي عمله ركله ركنيه صحيحه. كان هناك في دفع او مش دفع ولكن احنا بنقول هدف صحيح يا كابتن ايمن لان دي جاي من كره ثابته وهنشوف كمان المساعد الثاني هنا القرار في احتسابه للهدف. نشوف الحاله هنا خلاص احنا اتاكدنا ان الكره اخر من لمس الكره هو المدافع نادي الاتحاد. نشوف كمان صحة الهدف كابتن. هل هي كان هناك تسلل ولا ما كانش فيه؟ حالة من الحالات المهمة ونشوف. طبعا هنا مش حتبان هنا من الزاوية ديت مش حتبان يا كابتن أيمن ولكن من الزاوية الجانبية هنا هنا لحظة التمرير هنا واحد بنشوف. هنا كمان مغطي اهو. نشوف هنا كله مغطي يا كابتن. هنا بص هنا الراجل طالع من تحت وهناك أيوة. كمان يا كابتن ايمن مفيش حد من الاحمر سابق حتى ولو بجزء. هنا كمان الحكم المساعد سمير جمال تاني بقول طبعا هنا الخط هنا باين وهنا اللاعب هنا كابتن هاني. البعض قال ان حمدي كان تسلل ولكن انا بقول كمان هنا الحكم المساعد كان امتياز وهنا الفار ده الفار هنا كمان بيشيك على هدف كابتن ايمن. أيوة. الفار هنا بيشيك هل هنا كان هناك تسلل ولا ما كانش هناك تسلل ولكن طبعا الحكم مساعد سمير جمال بشيد بيه للمره الثانيه وبقول ان ده هدف صحيح للنادي الاهلي. طبعا كان هدف الثاني وبالتالي مهم جدا ان يكون الهدف صحيح. بشكل عام طبعا معروف الحكم الدولي مع طاقم التحكيم محمود ابو الرجال ومع سمير جمال ومع الحكم رابع عبد السيد مع كمان الفار النهارده كابتن. النهارده كان تدخله تدخل صحيح في الحالات وده اللي احنا بنقول عليه الفار النهارده حقق العداله التحكيميه لكلا الفريقين. اتمنى ان تدخل الفار في الماتشات القادمه يكون بنفس النموذج اللي احنا شفناه النهارده مباراه النادي الاهلي وبتمنياتي للتوفيق للتحكيم ان شاء الله الموسم الجاي موسم كبير. اتمنى التوفيق ان شاء الله للتحكيم وللجنه التحكيم. ممكن سؤال يا كابتن كده بره الماتش النهارده؟ اتفضل. دلوقتي احنا عارفين ان الحكم لما اللعيب بيبقى اوفسايد وبيشوط الكره في الجون بياخد انذار. تمام. دلوقتي انت ممكن تشك الاوفسايد او مش اوفسايد فانت لعيب ممكن لازم تجيبها جون زي جون مروان محسن مثلا ممتاز. في ماتش الوداد. طب سؤال كابتن علاء بس يكون معانا وكابتن شريف في اللعبه دي السؤال ده مهم جدا. هو كابتن عادل بيتكلم انا دلوقتي هاخد انذار ولا مفيش انذار بيتكلم انا الحاله تسلل مثلا وهو اللاعب شاط والحاله كانت تسلل او الحكم ادى بطاقه صفراء صح؟ ايوه المفروض ما يديش بقى خلاص. طب هقول لك على حاجه ثانيه اوقع كمان وهاكد كلامك. تمام. كابتن علاء مهوب النهارده مهاجم وراح حط هدف تمام وراح قلع التيشيرت. تمام. الفار بيشيك على الهدف. ايوه. الهدف اللي جابه كابتن علاء كان هدف من تسلل. ما اتحسبش. ما اتحسبش. ياخد البطاقه الصفراء ولا ما ياخدش؟ دي انت قولها لنا. انا بسالك بقى سؤال اهو. قولها لنا دي اهم من اللي انت حضرتك بتتكلم فيها. ايه بقى اللي كابتن تاني كابتن علاء مهوب جاب هدف ما ياخدش طبعا وفرحته بالهدف قلع التيشيرت. تتلغي. الانذار يتلغي علشان الفرحه. الحدث اتلغى. لا تمام. لا كابتن ايمن نسمع. هو اصلا اوريدي التصرف خاطئ. بالظبط. تصرف سواء جه جول او ما جاش جول تصرف خاطئ. لازم يعاقب عليه قانونا بالظبط. بحييك كابتن ايمن. انا بحييك ليه؟ لان هنا احنا بنتكلم كابتن في لحظه حكم. كان حكم وحكم متميز. اشكرني بعديها بقى كابتن ناصر. كابتن بشكرك تاني ما شاء الله. احنا قلنا اللاعب يجيب هدف هنا عندما يحتفل احتفال عادي مفيش مشكله خالص ولكن عندما يقلع تيشيرت او يغطي وشه بيه او يروح يطلع على سياج الجمهور او يعني يبقى في فرحه مبالغ فيها كابتن علاء هنا يستوجب انذار هذا اللاعب. وبالتالي زي ما قلت ان اللاعب جاب هدف. أيوة. وبعدين بعد كده لقينا ان الهدف كان تسلل. هو قلع التيشيرت لا يجب الانذار والانذار هنا ما بيشالش كابتن. انا دلوقتي ممكن اضيع وقت في كل كوره واقول استنى الفار.
يعني روح اشوطها وتجيب جول وضيع وقت والحاجات دي. قول استنى الفار، واحنا قلنا الفار مش كل الحاجات يا كابتن عادل بيتدخل فيها. الفار هنا طبقا للبروتوكول هناك عناصر محدده بس الفار هو الذي يتدخل فيها. زي ما قلت يعني النهارده تحكيم مر بشكل كويس، ليس هناك اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. اتمنى التحكيم المصري ونتمنى للجنه الحكام المصريه في الفتره اللي جايه ان هم مزيد من التفوق مزيد من الاستواء. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. اشكرك كابتن ايمن، بشكر ضيوفك الكرام. شكرا يا كابتن ناصر. شكرا يا كابتن ناصر، نورنا دايما يا كابتن. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه استوديو تحليل لمباراه اليوم بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. ألف مليون مبروك للنادي الاهلي وعقبال المباراه النهائيه ان شاء الله. ونشكر نجومنا الكبار اللي امتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شاكرين جدا. الف مبروك كابتن ايمن. شكرا. الف شكرا كابتن عادل عبد الرحمن. الف شكر. مستنينكم في النهائي ان شاء الله وتكسب. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب شاكرين جدا، نورتنا. نشكرك ايمن وان شاء الله نبارك في النهائي يا رب ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي نورتنا. الف شكر. ربنا يخليك يا كابتن. مبروك للنادي الاهلي وعقبال الثلاثيه ان شاء الله في يوم يوم 5 ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي. اسأل على الأهلي وبطولاته.